الخير عليكم، مرحبا في هذا الصباح الجميل، رحبوا بكم ونصبحوا عليكم بالخير من هنا من استوديوهات قناة الشروق العامة في هذا النهار الجميل، نهار سعيد اللي عاود رجع لكم صباح الشروق فيه مع زهرة وانا يا خير. صباح الخير زهرة. صباح الخير صلاح، صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام. إذا بلا ما نطولوا عليكم، إن شاء الله تكونوا ملمومين أوتور دون تخي بيل طابل، إن شاء الله تكونوا رايقين، إن شاء الله راكم تتسناو في يوم جميل إن شاء الله، وحنا نزيدو نحليه لكم إن شاء الله بأجمل المواضيع. ونروحوا مباشرة للجينيريك ونهضروا على أهم المواضيع اللي عندنا لنا اليوم. يلا البداية بالموضوع الأول زهرة، عزوف الرجال عن الزواج، اخترناه لكم كموضوع نهار اليوم اللي راح يكون فيه مختصين مختصة نفسانية راح تناقشنا في الموضوع. وبطبيعة الحال الصحة عندها مكانة في هذا البرنامج مع موضوع الخمول الغدة الدرقية اللي احنا نهضر عليه في هذا الصباح. وفي الموضة الرجالية سنتعرف على الأطقم الأكثر موضة لسنة 2021 مع الزميل محمد كريم شمسة. والعديد العديد من المواضيع المهمة واللي تهمكم انتم مشاهدينا اللي خيرتوا صباح الشروق في هذا الصباح. ما بلاش على الطاقم التقني اللي هو مشنف، المنتخب الوطني دار ماتشنال يعني ما خسرش. نعم. علاش راكم زعفانين؟ واحد واحد مليحة ثاني. ولفنا نربحوا. يعني صح، المنتخب الوطني الجزائري البارح مع المنتخب المصري كان تعادل هدف لهدف مع أفضلية لعامل الإنذارات، جامي شفت واحد يربح بلي كارتانا بالبطاقة الصفراء، ولكن المنتخب المصري دارها البارح وكانت أهل في المرتبة الأولى لهذه المجموعة. معليش حنا باش نبعدوا العين لأن المنتخب الوطني يبقى في سلسلة الهزيمة ديالو سواء المنتخب الماضي أو منتخب بقرة، ولكن البارح خلينا نقول المنتخب الوطني دار اللي عليه واحد واحد مليحة ثاني. وأنا اللي ما نعرفش بزاف في الفوتبول نقول بلي كان الماتش تاع أندرمان مصغر، يعني بطريقة مصغرة. وثم شفنا المستوى، الناس بزاف قالت بلي أفضل مباراة اللي شفناها في مونديال العرب في هذا السنة بين مستوى العالي تاع عرب إفريقيا في هذا المنافسة. نذكروا انه هذا التاهل في المرتبه الثانيه اخيرا لعبوا مع المنتخب المغربي يوم السبت وتم نبينوا كامل واش عندنا هكذا. اي نذكركم كذلك وي صلاح مد لكم لعبوا اللي عنده اعلامي سابق في الرياضه ما نقدروش باسكو قلت لهم مش بكم قالوا لي درنا ماتش نول برك طمعنا نربحوا ولكن ماتش نول مليحه خلاص اعتزلت الرياضه هيا خلاص. زهره نقولوا للناس بلي ما تغرهمش الشميسه اللي تبان دوكا راح تكون فيها نشريه خاصه. نعم. الامطار راح تعاود ترجع بقوه تدريجيا على معظم مناطق الوطن، فيه نشريه خاصه على تاع هبوب رياح فوق 90 كيلومتر في الساعه. امسيه اليوم هذه النشريه مفتوحه حتى للساعه تاع الليل، دونك اذا خرجتوا بيضله معطف سخون ويلاه وتكلوا على ربي. نذكروا باللي كاين السلامه المروريه. نعم السلامه المروريه نهار اليوم ايضا حتكون حاضره معنا بامضاء الزميل ايضا ياسين حابي، ونقولوا باللي ايضا عندنا كوتش خديجه اللي راح تتناول معنا موضوع جد شيق اليوم، خلوها هي تكشف لهم عليه. وهضرت انا بزاف على الرياضه، دوك الرياضه عطوات جوي دوك. نهضر على الرياضه تاع النساء المنزليه اللي هي الطبخ الكوزينه. راح تكون ايضا حاضره معنا اليوم اللي هي راح تكون كالعاده مع الشيف بهيه اللي تجيب لنا اطباق هيلتي، دي فوا انتخيش دي فوا هيلتي 100%. صح، ودائما البرنامج صباح الشروق نبداوه بشي سبور شوي، احنا نديرو سبور مره. ما واليوم ايضا الفقره الرياضيه راح تكون بعوده الكوتش اللي تعودتوا عليه كوتش منير البوشاوي اللي راح يطلع عليكم اليوم ببعض الحركات الرياضيه. يلا بلا ما نطولوا عليكم قولوا بلي برنامج صباح الشروق انطلق لنهار اليوم على بركه الله. كوتش منير بوشاوي اليوم انا في قاعه سترونغ بودي بأولاد فايد، اليوم راح نكملوا توجو في البروغرام تاعنا اللي بديناه ديجا، راح نخدموا توجو بلو بوا، راح نخدموا اليوم عضلات البطن لكن شنو بليزالتر. انا عندي لهنا البوا عندي ليزالتر، وانتم الى ما عندكمش ليزالتر في الدار تقدروا تستعملوا قرعه تاع ما ولا ليسونسيال يكون عندكم ان بوا تاع كيلو ولا جوج كيلو تقدروا تخدموا به في الدار. بلا ما نطول عليكم راح كيما قلنا لوبجيكتيف تاعنا باين، راح نخدموا لا سنتور ابدومينال افيك لو بوا. نبداو ليشوفمون تاعنا، نبداو لهنا لا مارش سور بلاس، نسحقوا قرعه تاع ما ونسحقوا لو طابي تانيك. اي انسان عنده طابي في الدار ما تسحقوش سباس كبير، نسحقوا متر على متر تقدروا تخدموا فيها، عندكم خمس دقائق سيو تبعوا معايا فيها رايحين نكملوا تمتم. والحصه تاعكم راح ان شاء الله راح تفيدكم بزاف. الحصه تاع اليوم انا حبشوا لهنايا راح نخدموا هنا دروات غوش، نسيتو جو نحسبو شاك كوتي نحسبو فيه دي ريبيتيسيون، نسيتو نطلع الاعلى ماشي راح نطولو بزاف في لي شوفمون باسكو خلص ديجا خلاص الموسم اللي فات راكم ما حفظتوهم وراكم تعلمتوهم. نسيت ندير هنا روتاسيون كومبليت دروات غوش، ونسيتو جو نخدم رجليا تانيك في الاسفل تري بيان. نزيد نسيت شويه لهنا نخدم لابارتي انفيريور اليفاسيون جونو
باسكو ميم بهذا ليزيكزارسيس راح نشوفيو لابارتي انفيريور تاع لي زابدو ديالنا. نزيد نخدم شويه تاع لونفاس. نسيت توجور نكتيفي لي برا ديالي هنايا، صدر يكون واقف. عملية التنفس تاعي ما ننساهاش، تنفس نجبد من ليفي مليح ونخرج مفهومي. الو دوكا واش راح نديرو؟ دوكا راح نهبطو وصول في لو طابي ديالنا لهنا، راح نربد لو بوا ديالي، نسحق هنا التير واحد، راح نخدمو لو بريمي اكزارسيس اللي هو لو دوبل كرانش. نتكسل هنا كومبليتمون كيما كتشوفو، نحكم لو بوا ديالي هنا لازم يكون هنا مور راسي. واش ندير؟ نكسل لي جونب ديالي هنا كومبليتمون. دوكا راح نسي نجيب لو بوا مور راسي لعند لي جونو تاعي هنا، ها ونعاود نكسل دو طروا. نسي كي نطلع هنا، هنا اللي نزي لي زابدو تاعي ولا نزي عضلة البطن، نعاود نولي هنا ندي كونتراكتي زير. راح نحسب 10 خطرات ونطلع لهنايا، نخدم لي جاك ديالي بلي جومب، وراح نخدم دو بروفيل هنا باش تشوفوني مليح. هنا 1 2 3 نحسب كيف كيف دي ريبيتيسيون، نسي نغاردي لو كور تاعي يكون دروا. نحسب 10 خطرات. هذا بالنسبه للتمرين الاول تاعنا. راح نروحوا للتمرين الثاني. التمرين الثاني واش راح يكون فيه؟ راح نخدموا بوزيسيون دو بلونش، ركزوا معايا مليح. راح نكون هنا بوزيسيون دو بلونش، نرفد لو بوا ديالي لهنا، راح نسي ندخل بالبوا تاعي لهنا في الجهه المعاكسه ونطلع 1 2 ندور كومبليتمون هنا ونعاود نطلع 3 نهبط ونعاود ندور. نحسب 10 يمين ونعاود ندور، نحسب 10 خطرات في الجهه اليسرى. نكسل بيان هنا لو كور تاعي، نطبع البوا تاعي هنا وندور هنا كومبليتمون 1 2 3 4 5. انتوما راح نكملوا لي دي ريبيتيسيون تاعي، يعني 10 خطرات يمين 10 خطرات يسار، ونروحوا نخدموا لو دوزيام اكزارسيس تاعو لا كومبينيزون تاعو اللي هي راح نخدم مونتين كليمبر هنايا. كسر بيان لي جونب تاعي ونسي نطلع الجنو تاعي لهنا للاعلى عند صدري دروات غوش. نفس الشيء نحسب 10 خطرات، يعني خدمنا التمرين الاول فيه دو زيكزارسيس، التمرين الثاني فيه دو زيكزارسيس. راح نحسبوا كما قلنا في التمرين الاول 10 خطرات ودوزيام اكزارسيس ديال 10 خطرات، مي نخدموها 4 سيري. دوزيام اكزارسيس لو كومبو هذاك نفس الشيء راح نخدموه 4 سيري. كي نكملوا هذايا راح نكونوا كملنا الفقره تاعنا. قبل ما نكملوا لي زيكزارسيس تاعنا، قبل ما نخدموا راح نديروا لي تيرمون تاعنا. هادو كانوا 4 تمارين اللي جد مفيدين لعضلات البطن. في 5 دقائق ولا خلينا نقول 10 دقائق تقدروا تكملوا هاد التمارين كل صباح معنا. فوالا سيز نهبط هنا شويه، ديكارتي لهنا. فوالا بهذا نختموا الفقره تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا. اذا كان فيه تساؤلات ولا فاتكم الفقره تاع اليوم تقدروا تواصلوا معنا صفحه الانستغرام والفيسبوك اللي هي منير بوشاوي. أتهلا في روحتكم إلى فقرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. يعطي الصحة الكوتش منير بوشاوي اللي يقدم لنا هذه الحركات الرياضية اللي نقدروا نديروها في الصباح حتى البدن تاعنا ينشط ويكون واجد لكل المشاغل تاع الحياة اليومية. شكرا للكوتش، وراح هذه الفقرة تاعو ترجع لكم كل مرة مع الكوتش منير بوشاوي في بداية العدد تاع صباح الشروق. وككل مرة برنامجنا دائما الانطلاقة تاعو نحبوا نبداوها بالكلام الجميل والكلام الطيب عن ديننا الحليف وديننا الجميل الدين المعاملة. الدين معاملة اليوم الأربعاء دائما يحضر فيها الشيخ الأستاذ حمزة جزال، يحضر معنا وتعودتوا عليه كل يوم أربعاء يجي يتكلمنا على مواضيع جميلة في دين ديننا الإسلام. اليوم في صباحة النهار، صباح الخير شيخ حمزة. أهلا أخي صلاح، أهلا بك وبالمشاهد الكريم. مرحبا بك، نورتنا بحضورك. شيخ في الإيمان في شروط حتى يكتمل، ومن حين نقول من
أسماها وأعلاها. نعم. خشية الله. خشية. نعم. واليوم حبيت تتكلم على مقام هذه الخشية. نعم. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الكرام، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، اليوم اخترت حديثا نبويا شريفا عظيما يتحدث عن هذا المقام وعن هذه المنزلة، وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل مسرف على نفسه، فلما حضره الوفاة قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله عز وجل الأرض أن اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، فغفر له. نعم، هذا حديث عظيم، وهذا الحديث وردت فيه عدة روايات وزيادات وفوائد، ونحن بين الفينة والأخرى نذكر زيادة وفائدة ودرة من دررها. هذا الرجل كان في من كان قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يقص علينا قصص الأمم العابرة السابقة الغائبة لنتعظ ونعتبر فيها العبرة. فهذا الرجل كان يعني عنده مال وعنده ولد، ولكنه مسرف، أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب والآثام، حتى أساء الظن بعمله، وحتى رأى نفسه أنه لم يعمل من الخير شيئا قط، وأنه لم يدخر عند الله سبحانه وتعالى خيرا. وفي رواية أخرى أنه لم يعمل من الخير شيئا إلا التوحيد. أول ما نلحظ أن هذا الرجل كان من أهل التوحيد، وإلا ما غفر الله له. نعم، هو موحد. نعم، صح. فمن خشيته هذا الرجل ومن خوفه لأجل هذا العمل الذي امتلأ ذنوبا وآثاما ومعاصي، أصابه يعني أصابه الخشية، وأصابه الذهول والهلع، واستولى عليه يعني من الجزع ما أذهب لبه. يعني الإنسان أصبح يعني ظل هذا الأمر يؤرق خاطره. نعم، يعني وهذا الذي مضى منه يعني عمر وبقي عمر، كيف يعني يقف أمام المولى سبحانه وتعالى يوم العرض؟ سبحان الله. نعم، فنعم صح الشيخ، حتى في القرآن الكريم درجة الخشية. نعم. عالية جدا. نعم. حتى الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله الله من عباده, العلماء. صح. معناه أن العلماء هم أخشى الناس ونعم وأخوف الناس للمولى. صح. سبحانه وتعالى. نعم. صح. لهذا نعم، لما ترى هذا مقام هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن يعني بعد هذا الإسراف الآن يعني أراد أن يهتدي إلى حيلة الآن. صح. يعني فأمر أبناءه يعني: إذا أنا مت، في رواية قال: فخذوني فأحرقوني بالنار حتى إذا كنت حمما، أي فحما. ماذا قال؟ قال في رواية أخرى: اطحنوني، اهرسوني بالمهراس، قال أيضا: اسحقوني حتى ما يبقى فيها شيء. نعم نعم، قال ثم قال: وذروني نصفي في البحر ونصفي في البر في يوم ريح عاصف. قال: فوالله لئن قدر الله علي لم يغفر لي. يعني تصور ذلك المقام، يعني الآن هو يأمر أبناءه بأن يصبح رمادا. صح. يعني ثم يعني قال: ذروني، يعني كقول الله عز وجل: فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني ذرته الرياح أي فرقته وأطارته بهبوبها. يعني نعم، وأمرهم أن يجعلوا نصفه في البحر ونصفه في البر. فهذا الرجل من كثرة يعني من خشيته وخوفه يعني أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو القائل: قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والله سبحانه وتعالى أيضا قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالله عز وجل يعني الإنسان، هذا الإنسان ظن بربه أنه لو مثلا لو قبر
على شاكلته على هيئته، يعني يكون سهلا في إعادته. نعم، ولن يعاقب ولن يبعث ولن يحاسب، فأساء الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى عنده سواء الإنسان سواء قبر أو طحن أو سحق أو أكله السبع أو الحوت أو رمي من مكان عال، إنه على رجعه لقادر. صح. يعني الإنسان يعني بقي دائما يؤرقه هذا الحال، فأراد أن يهتدي إلى حيلة. الآن الحيلة هم يعني أو من يكون له سند في قربته ومحنته، الولد، الأولاد. صح. نعم الأولاد، نعم الأولاد، ما دام يعني أولاده الذين رباهم وتعب لأجلهم وكد واجتهد يعني لتوصيلهم، فهم أول سند له يعني. فطلب منهم هذا المطلب، لكن كيف يقنعهم؟ هل يرغبهم أو يرهبهم؟ الآن هو جمع بين الأمرين، وهذه قاعدة تربوية، لا الترهيب مطلقة ولا الترغيب مطلقة، وإنما الجمع بينهما. فبدأ بالترغيب، جاء في روايات قال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فهل أنتم مطيعي؟ قالوا: نعم. أبوهم الآن يريد أن يستوثق منهم، يعني مقابل تربيتي لكم وإحساني عليكم، يعني بارك الله فيك، ونعم وأبوة الحانية، يعني أريد أن تنقذوني من عذاب الله. صح. ثم أتى على الترهيب، قال لهم: لا أدع، فإني لا أدع عند أحد منكم مالا هو مني إلا أخذته منه، أو لتفعلن ما آمركم. ثم أخذ بارك ثم أخذ منهم ميثاقا، وكأن الوالد كان يقرضهم، وكان يعني يعطيهم المال في حياته، وكأنه يقول لهم بأن سأسترجع هذا المال إن لم تنفذوا ما أمركم به، ونأخذ منكم الوعد. نعم بارك الله فيك. أو أنه يريد استرداد ما وهبهم. صح. والمعلوم أن في ديننا بأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. صح. يقول العلماء: إلا الأب فإنه يجوز له أن يعود في هبته من باب التربية والتأديب لهم. صح. صح. نعم. صح. ففعل هؤلاء الأبناء فعلتهم، هذه الفعلة يعني فعلة غير جائزة. صح. أنك لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. فأوحى الله سبحانه وتعالى وأمر الأرض فقال لها اجمعي ما فيك منه، ففعلت. وفي رواية أخرى فقال له سبحانه وتعالى: كن فكان كأسرع من طرفة العين فإذا هو قائم. فقال له سبحانه: ما حملك على ذلك؟ فقال: خشيتك يا رب فغفر له. سبحان الله. يعني وأنت الآن يعني تتأمل مقام ومنزلة الخشية من الله سبحانه وتعالى، كيف لو الله عز وجل قد أثنى على أهله، فقال في طيات كلامه سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال سبحانه: فلا تخشون الناس واخشون. والله عز وجل أيضا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه كذلك بمثل ذلك، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كذلك عاتب الكفار على ظلمهم وعلى طغيان، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون عظمة الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في حديث قدسي ماذا يقول؟ يقول: وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يعني يتصور هذا المشهد، يعني سبحان الله، يعني وأنت تتأمل الآن في الرعيل الأول، هذا التابعي، هذا زرارة بن أوفى رحمة الله عليه، هذا كان قاضي البصرة وكان يؤم في بني قريش، فقرأ يوما من الأيام في صلاة الصبح: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فخر ميتا. يقول راوي هذا الحديث: فكنت ممن احتمله إلى داره. لهذا يقول ابن قيم رحمة الله عليه، يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المدارج قدس الله روحه يقول:
الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف. نعم، لهذا هذه القصة والله قصة عظيمة جدا. صح صح. نعم، واليستفاد من هذه القصة أن الإنسان إذا خاف المولى سبحانه وتعالى في الدنيا يأمن يوم القيامة. ألم يقل المولى سبحانه وتعالى وهم من فزع يومئذ آمنون؟ والعكس هذه أيضا. حين ترى حال الصحابة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وعمر الفاروق رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: لو نادى مناد، لو نادى مناد كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لظننت أن أكون أنا، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. رغم كامل اللي مش نعرفه عليه، رغم ها صحابي جميل بشارهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لهذا يعني أيضا من الأمور المستفادة من هذا الحديث يعني وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة التي لا حدود لها ولا نهاية، إنه على رجعه لقادر. أيضا من الفوائد التي نأخذها من هذا الحديث أن أعمال القلوب في بعض المواقف والمواطن عند الله سبحانه وتعالى أعظم من أعمال الجوارح. فهذا الرجل لم يكن له نصيب من الخير يذكر، وإنما كان عنده الخوف من الله، وهذا عمل قلبي محض. حتى أنه كما قلت أنه الوصية تاعه لو قال الأبناء تاعه مخالف. نعم، وهي وصية جائرة. ولكن وصية جائرة. نعم، ولكن خشيته من الله عز وجل. نعم، هو السبب والدافع لذلك هو أنه الخوف من الله عز وجل، خاف أن الله سبحانه وتعالى أن يبعثه ثم يحاسبه المولى عز وجل ثم يعاقبه. حتى هي صفة من صفات عباد الله. نعم أكيد. نعم، هي نعم الخشية هي من أعظم المقامات. صح. والله عز وجل وصف بها أنبياءه وأولياءه وأهله سبحانه وتعالى. طيب العبرة شيخ. نعم، طيب العبرة من هذا القصة وكلامك الجميل. نعم. حتى الإنسان كما يقول احنا خلينا نقولها بالدرجة. نعم. والبالعامية كما يقول والدينا. نعم. دير ربي في قلبك، يعني خشية الله عز وجل ديرها. نعم. في قلبك. نعم. طيب كيفاش الإنسان يتعود على هذا الأمر؟ والله شوف، هو الإنسان أولا دائما الإنسان كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالإنسان حين يقرأ القرآن، الإنسان حين يقرأ عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فهذه أمور والله معينة على يعني على زيادة هذه الخشية وزيادة هذا الخوف. ونحن معلوم عندنا عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لهذا الإنسان لابد أن يبادر إلى هذه الأمور: الصلوات في وقتها، الزكوات، هذا الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الصوم، فهذه كل الأركان بإذن الله عز وجل كلها تقربك إلى المولى عز وجل. والإنسان كلما عرف ربه بإذن الله سبحانه وتعالى كلما ازدادت هذه الخشية وازداد هذا الخوف. آمين يا إن شاء الله. اللهم ارزقنا خشيتك في هذا الصباح، نقدروا نقولوا هذا الكلام نختموا به فقرتنا لنها اليوم. شكرا لك حمزة جزال اللي حضرت معنا شيخنا في هذا الصباح ونورتنا بكلامك وحضورك في هذا اليوم. مشاهدينا ابقوا معنا، صباح شروق مازال متواصل والعديد من الفقرات راهي معكم في هذا الصباح. برنامجنا لنها اليوم ثري، ابقوا معنا. براشي مع الماتش دونك عندنا رقم نخليه لكم تحت تصرفكم هكا لكل امول، كل العائله اللي عندهم انيفرسير عيد ميلاد يراسلونا يبعثونا دي فيديو دي كوكو من كل انحاء العالم عبر هذا الرقم اللي راه يظهر لكم اسفل الشاشه. نستقبلوا كل فيديوهاتكم، هو رقم واتساب. ممتاز. تما اللي عنده مناسبه في الدار فرح بوليده جملح في الامتحانات ولا عنده عيد ميلاد ولا هكذا برنامج صباح شروق يديروا لنا كوكو. احنا كل يوم نديروا لكم كوكو، انتم ثاني لازم ديروا لنا دونك يبعثوا لنا فيديوهات في هذا الرقم. اوكي فوالا اكزاكتومون. اوكي تري بيان. نعم. هذا في تطبيق واتساب يلحقونا الفريق الاعداد ومنهم نجوزوا في كل اسبوع واش يلحقنا. وي اكزاكتومون، يعني من كل انحاء العالم احنا نقدروا نشاركوا لما يكون لطفي وايمان نبعث انا زعما نشوف فيهم. ما كاينش كيفاه. وي راهي هكا حتى انتم اللي راكم تشاركوا فينا. ممكن يتصلوا بنا ناس من من برا الجزائر كما شافيه من الليل، كما الاخت تاعي ايضا جلان فيت باش تبعث لنا فيديو تقول لنا كيفاش لاناج. انتم ايضا اللي راكم برا في بيتنا في اللي عندكم هذه الفتره مناظر جميلة طبيعية، خلينا نروجوا لسياحة بلدنا، نعرفوا بعضنا بالأماكن الجميلة اللي كاينة في كل أنحاء الجزائر. صح، وما تقولولناش فوالا هذا واش كنت حنقول لمزية إيشة التحرير راهي معنا في الباستي أول بأول. خلينا نقولوا باللي ما تقولولناش ما كانش الوقت، الدراري ما مشاو في الدار، راكم عطلة من نهار الخميس، عطلة فجائية ككل مرة. البارح لما كنا احنا نشوفوا في الماتش طاح خبر قرار الوزاري أنه فيه عطلة هذا الأسبوع بداية من يوم الخميس 9 ديسمبر، يعني غدوة إن شاء الله
خلاص ما بقاش، والتلاميذ يكونوا في عطله حتى الثاني من جانفي، يعني حتى العام الجاي. هذه النكته قردوها، يعني عطله حتى العام الجاي. ولكن هذا الشيء، هذه العطله خلينا نقولوا المده تاعها راح تكون استثنائيه بسبب انه فيه ارتفاع في عدد اصابات الكورونا في بعض المدارس وال يعني خلينا نقولوا في المقاطعات التربويه. هذا الشيء اللي خلى الوزاره تسبق وتعجل بهذه العطله. ان شاء الله في ثاني جانفي لما نرجعوا من العطله تكون اصابات الكورونا في الوسط الدراسي تكون نقصت. هكذا قلنا لكم مالا الدراري راهم في الدار تقدروا ديرونا لي فيديو. تخي بيان كثرونا من لي فيديو، حابين نشوفوكم، حابين نتعرفوا على هاد الاوفياء اللي نسمعوا دائما صوتهم عبر المكالمه. وبالحديث عن المكالمات، عن مكالمه هاتفيه نستفتحوا بها حلقه اليوم ونقولوا الو صباح الخير. الو صباح النور اخو زهره. صباح النور، اهلا. كيف احوالكم؟ لاباس مرحبا. يعيشك. الو. الو السلام. صالح. وعليكم السلام. اخ صالح. مرحبا اخي، شكون معنا؟ زكريا من البويرة. زكريا من البويرة، مرحبا بك. الحرارة يبرد في البويرة ياك؟ بارد بارد. بدات تصب الشتاء ولا مازال؟ لا لا راه صاحية اليوم الحمد لله. صح راهي جاية، اليوم راح تكون في أمطار غزيرة على معظم مناطق الوطن. واش راك زكريا لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. زكريا شحال في عمرك؟ 25 سنة. 25 سنة مازال. حنا اليوم الموضوع تاعنا زكريا راح نتكلموا على الرجال اللي كبروا في العمر، يعني خلينا نقولوا بلغوا العمر تاع الزواج. امكانياتهم كاينه، قدراتهم كاينه، ولكن يقول لك انا ما نتزوج، مازال الحلاليه. واش رايك في هذا الشيء؟ انا بالنسبه لي اللي يكون واجد يتزوج من الاحسن، لا ماهوش واجد. اللي يكون واجد لا، سنه الحياه هذه، نصف الدين. ما سمعتك زكريا، ممكن تعيد كلامك؟ الله يخليك. قلت لك اللي يكون واجد علاش ما يتزوجش؟ صح صحيح. لكن انت في رايك هكا واش هو السن يعني المناسب للزواج؟ من 30 سنه، 30 سنه هذاك هو سن الزواج عندي انا بالنسبه لي. بالنسبه للرجال، وبالنسبه للنساء؟ كانت في راسك. المراه ما عندهاش عمر للزواج، منين حبت الله يسهل. صح نعم. صح، يعني انت هذا هو رايك في هذا الموضوع. نعم خويا. نعم. زكريا ما سمعتكش في الاجابه تاع النساء، حبيت انت سمعتي؟ سمعتها شويه يعني، ما سمعتهاش. النساء ما عندهمش عمر، وقت ما حبت، وقت ما قصدوها ربي سهل عليها. نعم. يعني انت في عمرك 25. الاسئله الدبلوماسيه، الاجوبه الدبلوماسيه. اخ زكريا شوف، اخ زكريا انت في عمرك 25، كي تقرر في 30 سنه تتزوج، اي فئه عمريه تروح لها من النساء؟ يعني ديها 17 طون 20 طون 22 طون، قدك في العمر كبيره عليك يمكن؟ لا ما تكون صغيره عليا ماشي بزاف، تكون 27 26. يعني تكون الفرق بيناتكم 3 سنين حتى 4 سنين. هكذا. صح زكريا، هي على بالنا في امور مثل هذه كل شيء بالمكتوب كما نقولوا، كل شيء كما يكتب الله عز وجل. خلينا نقولوا في العائله ديالك، يعني اصحابك ولا العائله تاعك، خاوتك، بالك اولاد العم ولاد الخال، عندك رجال اللي لحقوا من العمر كبروا فيه وعندهم امكانيات قادرين على الزواج وما حبوش يتزوجوا؟ احنا في عائلتنا ما كانش. اها. 30 سنه الله يسهل يا روح دارك. صح صح، فيه مناطق، فيه مناطق انه لما الطفل يبلغ 30 سنه وما يتزوج يديروا له بريسيون، ضغط كبير من العائله حتى يتزوج. صح زكريا؟ صح، هذه كاينه منها. صح. نعم، شكرك جزيلا على المكالمه. وعلى بالك فرحت كي لقيت اول مكالمه رجل، لانه اليوم العزوف عن الرجال، راح نتكلم عن النساء والرجال ايضا، لكن صح. الرجال اكثر. نعم، بارك الله فيكم، نشكركم ونمد اهداء صغير. تفضل. مدي هدائي للوالدة ربي يطول في عمرها. ربي خلالك. إن شاء الله. وخالتي، خالتي صغيرة المعزوزية ربي يحفظها، وكل عائلة الدحناني. ربي يخليك. شكرا لك الأخ زكريا. واش حاب تشوف معنا مواضيع قبل ما تقطع من فضلك؟ أحب تطرقوا لموضوع الحجامة والفوائد تاعها. الحجامة. شوف طليت لي على قلبي خويا زكريا، هذا الموضوع راهو واجد. وراه راح يكون الاسبوع الجاي معكم في صباح الشروق، وقتها على بالي. ورايح يكون هذا الموضوع من انجاز الزميل صالح الدين واكلي. نجيب لكم هذا الموضوع، راه يخدم عليه. انت يعني من الناس اللي تداوم على الحجامه؟ ايه ندير الحجامه. ممتاز. تقريبا كل شهر. نعم؟
تقريبا كل شهر ندير حجامه. تقريبا كل شهر، ممتاز ممتاز. واش تشوف فيها فايده عليك؟ البدن تاعك تحسه ناشط ولا؟ فيها فايده، فايدتها عظيمه. ممتاز، اذا احنا هذا الموضوع خلاص رانا ادرجناه في لائحه المواضيع تاعنا، حتكون في الاسبوع الجاي. بقى في متابعه صباح الشروق ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك زكريا، يومك سعيد. شكرا. بالسلامه. صح، ناس بزاف في هذا الوقت تداوم على التداوي بالحجامه بالنسبه للرجال والنساء. هذا الموضوع اللي خلاص قمنا به وقمنا بالبحث فيه، وراح يكون معنا في احد مواضيع الاسبوع الجاي. نعم، شكرا لك. اذا نجدد تحيه بالناس اللي تحقوا بنا في هذا الاثناء، نقول لكم صباح الخير واهلا وسهلا بكم في برنامجنا. ما عندوش بزاف من اللي بدا، يعني اهم الفقرات راح تنطلق الان ومباشره ننطلق بفقره المطبخ ونروح نلتحق بالشيف بهية. فقط يعطيني المخرج الامور جاهزه، محمد امين جنادي. نروح تخبيا. صباح الخير شيف بهية، الحاله راهي منوره عندك. البارح سقسيتك على هذيك الكاتو وعطيتيلي السر. انا قلت لك بلي لاكريم فريش كيما نديروها كامل طلعتها ما حيتش يحبس درتها. هي هذا الخطا اللي طحت فيه. تقعد ليكيد في ليكيد، ومن بعد لي زانغريديون اللي داخل هذوك لي كونكاسيتو هما يطموها. ممتاز، الاسبوع الجاي نديرها ان شاء الله. يلا جيب لي ندوق. لازمنا ندوق. اوه خلينا حتى نجيبها سوا سوا. على بالك سوا هضرتي ثلاث حلقات انت تهضر عليها. عجبتني الله غالي. ندوقها انا، هذه لازم ندوقها انا ثاني. شبيه صباح الخير. صباح الحمد لله. الحمد لله يعيشك. بوكو دو كولور. فوالا. احكي لي. اليوم عندنا جاتو سالاد، سي ان جاتو روس. D'accord. En forme de gâteau. Très beau. Bon, on a la pomme. On a l'embarras du choix. Dis-le, oui, je suis bêté. D'accord. Pourvu qu'il y ait des couleurs. On a par exemple, on a la betterave. D'accord, la tomate fait place. Très bien. Très bien. Dis-le, oui, je suis bêté. On a la pomme de terre, mrelia, râpée, t'as coulé, je m'en râpée. La carotte, le chiar, la tomate, hada le bide, le sfer ou le bide. كيما نعرفوا بلي سي اون انفورماسيون للمشاهدين، جامي ناكلوا البيض وحده ولا الصفر وحده باسكو اي دوفيان توكسيك، لازم توجور كيف كيف. ابون؟ اه بون؟ وي، با وي. انا نجي ياكل غير البيض. لا 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 لا، شوفي ياكل البيض يا لو كان ان جون، يخلط له ان جون، ياكل اربعه بيضه يخلط له ان جون. نقول لك حاجه والله ما يزيد يطيح له لا البيض لا الصفر. لا 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 لا، بالك سي توكسيك. كيعاد التوكسيك. سي توكسيك باسكو واش كاين يتكاملوا، سبحان الله. ربي يخلط البيض على الصفر يكامل الابيض وفيس فيرسا. تري بيان، شكرا على المعلومه. ربي يخليك. الله يعيشك. بون نديروا ايطاج باغ ايطاج، وباش بيناتهم انا جي بريباري هذا سي دو فروماج ريجيم. هاوليك فيه المعدنوس فيه لي زيرفيد، هذا باش يقعد لا صالا تاعي تقعد هالتي 100%. بصح كاين اللي يديروا لا مايونيز بيناتهم. انا اليوم درت فروماج دونك لا مايونيز ديتيها بالسواري هذه باش تحط. حبيت ندير لك شي حاجه سوسي ما نحبهاش شي بابو مايونيز. الوغ هذه هي، وهادو ديكوراسيون. هذه اللي حبينا هي ديجا تجي مشمخه مع لو فروماج. حبينا نزيدو لا فينيغريت كوم دابيتود، لو سيترون، لويل دوليف ولي زيرب دو بروفانس، وهادو لي زونشوا نشبح بهم سي ديكوراسيون. نروحوا شوفوا هنا سي ان بلا تري تري ليجي، سادير هادو سبيسيالمون بور لي فام كي ترافاي يدخلوا العشيه عيالين يقول لك واش ندير كذا. انا سي بور سا دير دي روسيت فريمون ليجير فوالا اي سبيد، حاجه خفيفه. بون عندنا لا بوم دو تيغ، ديري قد ما حبيتي لا بوم دو تيغ هذه كيف كيف، نطيبها اون بوري، نعبزها ندير فيها ايبيس فروماج لي قلت عليه ديجا، فلفل كحل، الملح ما ديريش بزاف ابان، والمعدنوس هاد ولا مايزينا 3 كويير دو مايزينا. بون هادو نخلطهم نديرها شغل بوري، نعبزها بيا ونحطها في فريجيدير تقعد واحد اون دومي. هادي مغليه؟ نو ماشي مغليه، راني نقول لك نغلوها. هادي مغليه منفوره، هادي نو مازال عندنا الوقت. لا 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 ما فهمتينيش، كي قلتي نعبدوها تروح نغليوها. ايه فوالا هذه نغل انا نكور ما نغليش. تخي بيان. باش لي فيتامين يقعدوا. قلت لك نديروا لا بوم دو تيغ، المعدنوس، فلفل كحل، ايبيس فروماج، شويه ملح و لا مايزينا. اللي يحب يزيد موتزاريلا ولا يزيد، انا ما زدتلهاش. تخي تخي بيان. هذه هي. وندير اون صوص طوماط، هذه درسه تتباع. درسه. كيما لي بواط دو طوماط، هذه سي اون بواط فيها الدرسه. Donc piquante.
تعقدت لا ما يزين تمرمت بها نو 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 لا ما يزين شوفي تبعي مليح تبعي يا ركزي يا زهرة وش عجبك قولي لي وش عجبك انا هي باينه باينه صوان هادي ها شوكولا اليوم اللي بقول فندريا مع الفوت ومع سر الله يا باد سوسي نعاود لك يا باد بروبليم عايشك نفوروا لا بوم دو تيغ ولا نغلوها كيما حبينا نعبزوها نخلطوا في اكو شاهدين راني شاهد صح نخلطوا المعدنوس ليبيس فخوماج فلفل كحل وربع مغارف مايزينا صح سهله نعجنوها كومين بات نخلوها في فريجيدير بوندون اون دوميور صح نخرجوها نديروا دي بودان سوا نقليهم سوا نديرهم في الفوق سوغ دو بابي كويسون جو باديجون شويه بزيت الزيتون بور كسا دون دي كولور نعطيكم اون استوس شويه زيت زيتون وفلفل عكري نخلطهم كي ندير بالبانسو يخرجوا حموره شغل دوغي داكو هذه هي ونطيب صوص طوماط سي بون عاودي واش قلت تقدر تروح عند نعيم عاودي واش قلت ما نعاودش اي حق لك زعما دير لي فرد فجائي ليا دونك قبل ما نروحوا للديسير نروحوا مباشره نستقبلوا مكالمه هاتفيه ونقولوا الو صباح الخير الو الو اعتذر المكالمه خليناها شويه تستنى اعتذر فريمون جو سوي ديزولي دونك نروحوا مباشره للديسير هنا لو ديسير اي 100% هيلثي كيما لا سالاد بون عندنا فلوكون دافوان شوفان داكوغ وعندنا مغير في عسل حر اللي ما عندوش يدير عسل نورمال عندنا دو كاكاو بور نوار فوالا نوار وعندنا كيف كيف شوكولا نوار وعندنا هنا لا نوا كل واحد واش يحب يدير حبيتي ديري لي كاكاوات حبيتي ديري اللي عندك الواجد فوالا واش نديرو نديرو قبل تعطيني طريقه التقديم باش ما تهربليش المكالمه داكو اوكي نستقبلوها ونرجعوا باش نكونسونطري معاكم 100% اذا نقولوا الو صباح الخير الو اهلا الو صباح الخير صباح النور الاخت زهرة وي نعم تفضلي صباح الخير اختي زهرة واش راكي صباح النور والفل والياسمين مرحبا بك الله يسلمك يعيشك راكي منوره الشاشه ربي يحفظك ميرسي بوكو شكرا يعيشك معك امل من بومرداس امل من بومرداس اهلا بنات بومرداس مرحبا الله يسلمك يعيشك اختي العزيزه يعيشك عندكم شويه برد في بومرداس بارده شويه شويه وي مع البحر الحمد لله الشتي هايله معليش ربي يبارك ان شاء الله احنا اجتهد العام باسكو جابوا لنا صيف سخونه الحمد لله الحمد لله مرحبا حبيت نشارك معاكم الا سمحتي لي على الموضوع اللي طرحته اليوم عزوف الرجال عن الزواج ولا العزوف عن الزواج بالمانيير جينيرال ايه نعم تفضلي بون حكيتوا على فارق السن لا وي حكينا على العزوف دي مانيير جينيرال يعني يقدر يكون الاسباب تختلف من بعد تفصلنا فيهم الاخصائيه يمكن السن يمكن الجمال يمكن على فناش على فناش المكتوب بالمناسبه نحيي الاخ اللي راهو معاك نقول له صباح الخير ما قلتلوش صباح الخير ها صباح الخير سيدتي صوتك ويبين باللي ابتسامه كبيره على الوجه ديالك في الصباح ولا غير راني فرحان يا اخي العزيز صافي شحال وحنا نسيو نحكمكم ما حكمناكمش ماشي حاجه سهله هذا النهار مبارك وسعيد الله يسلمك يعيشك اخي العزيز الله يسلمك على كل حال راكم منورين قناه الشروق يعطيكم الصحه واش راكم تقدموا شفتوا موضوع الحجامه هذا اللي طرحتوه زوجي مهتم كثير به ان شاء الله في القادم راح يكون ضمن المواضيع اللي راح تكون سبت حد او اثنين يعني يعطيكم في بداية صحة يعطيكم صحة كما تقولي انت يا زهرة راكم مكفيين وموفيين زهرة نعم مكفيين وموفيين مكفيين وموفيين على بالك هذه كانوا يقولوها لي كنت كل يوم نحوس هكذا غوتات من عند المشاهدين نحب باش اون بخونوت يقولوا لي مكفيين وموفيين تما صح شوفي باللي الموضوع تاع الحجامة طلبوه لنا زكريا وحنا كنا خمنا في القبل باش نديروه حتى مواضيع اخرى لما المشاهد كانه رانا هنا في راسه صح نعم سبحان الله احكي لي على الموضوع تاع العزوف عن الزواج قلتي لي عندك راي فيه احكي لي صح كاين وكاين كاين اللي احنا مثلا في العائله تاعنا ما كاش كما قال الاخ اللي اتصل قبلي 30 سنه لازم يكون مزوج صح نعم ايه ما كاش حاجه ما كاش يعني في الوسط العائله تاعي ما كاش مين احكي لك على فارق السن فارق السن في الزواج نحكي لك على فارق السن نحكي لك انا شخصيا تفضلي انا تزوجت كان في عمري 27 سنه وزوجتي 33 سنه تما 13 سنه بيناتكم شحال 20 و 33 يا اخي 20 ما عرفوا الاجابه
واش نبقاو هكا معلقين ما عرفتش الاجابه. بصح قالت لك 27 و33 دونك ربع سنين ماشي حاجه ماشي حاجه ماشي حاجه فوالا ماشي حاجه دونك. ولكن فارق السن نظن انه ما اثرش في علاقه الزواج عند الناس هذيا، ولكن كاين الناس عندهم عائق لما الناس تشوفهم مع شخص كبير عليه في السن ولا يشوف المراه اقل سن من الرجل بالراي. كاين الناس تجيهم بيزا، ولكن هذا الامر ماشي عائق، هذا مكتوب من عند الله عز وجل وهي رضت به ورضى به وهذا هو. نعم اكيد. ميرسي ميرسي دكتور مختص في فوالا. دونك نروحوا مباشره للديسير. هنايا نبخون لا بانان نعبزوها بلا فورشيت، نديروا مغير فاحس الحر ونخلطوا لها شوفان، نخلطوا بيان، نخلوها 10 مينوت باش يتنفخ شويه الشوفان. وي واش نديروا؟ اون برون سا باردون، هاوليك هذا تاع السيليكون، نديروا شغل دي فون دو تارت، نديروا دي فون دو تارت، كي يطيبوا يتحمروا يطيبوا، نحطوا فيها لا نوا ونطيب. بون جو في فوندغ لو شوكولا، نخلط له هذا ونعمر، سي تو. سي دي ميني تارتيلات هيلثي 100%. دونك هيلثي، مليح الواحد كي يكم البنان، بنان كيفاش؟ بيان سور لي سبورتي ما ياكلوش لا بنان. نو لا 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 بنان نحطوها. روحي دير لي سبور. كي دير لي سبور نقدر ناكل. هاو لافونتاج تاع لي سبورتي، فانا جو مونج هي لو ديتاي جاني من لا ريجي، قالوا لك البنان اين هو في الوصفه؟ يتميكس لداخل. يتعبز بلا فورشيت. يتعبز. نخلط له من غير فاحسل ونزيد له الشوفان. داكا هدرتي لنا على هذو كل بصح البنانة هذه نسيتيها. سي قلت لها بانا نعبزوها بلا فورشيت. بعتوني على راسي ولا غير لا لا زيدي. اول يوم اليوم الماتش الماتش ماتش دار حاله. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. الله يسلمك. ميرسي سيف بهيا. خلي المخرج محمد امين جنادي يرافقك في كل الخطوات، ونعاود نجي لعندك كي تحكي تعود تعبز في البنان عيط لي. تخي بيان. اذا مشاهدينا الكرام متواصلين معكم ونقولوا صباح الخير واهلا وسهلا بالناس اللي تحقوا بنا في هذا الاثناء، ونقول لكم مازلنا متواصلين، فقراتنا مازالت متواصله وان شاء الله ترقى لتطلعاتكم. مباشره متواصلين معكم بعد هذا الفاصل. جنادي خلينا نشوفوا البيتاطو جاي. على بالك انا خليني البيتاطو جاي. وي معناتها هذا كل ما تعودوا الكليب يعاود يفرح كيما فرح المره الاولى. صح. انا نحب نهني محمد امين جنادي باسكو هذا الكليب داروا اليوم، الماتش لعب البارح وقتها في الوقت باش درت هذا المونتاج. مخيش تاع الكليب. يعطيك الصحه. ما شاء الله عليك فريمون جد محترف. هدف رائع. حصريه وكليب داروا هو يعني وقتها. محمد طوقي لاعب المنتخب الوطني ولاعب ترجي التونسي. نعم. قل ما يسجل، بالك ما سجلش كامل في المسيره الكرويه تاعو. لما يسجل كيما عن طريق يحيى كونتر مصر في 2009 ما يسجلش، لكن لما يسجل سي هدف حاتم. المنتخب الوطني البارح نذكره كان تعادل مع المنتخب المصري، تاهل للدور الثاني، وبهذا نلعبوا مع المنتخب المغربي يوم السبت 8 تاع الليل. كل يوم توقي قاعد يقولها لكم، دونك نهار 8 تاع الليل نهار السبت. نعم. ولكن الان الحديث راح يكون ماشي عندي فيلي، ولكن دائما في الطرقات، دائما على السلامة المرورية مع ياسين حابيك كل يوم الأربعاء. إذا تواصلوا مع بعضنا، ياسين حابين نقولوا لك صباح الخير. صباح الخير زميلتي زهرة، زميلي صلاح، يعني جنود الخفاء، مشاهدي الكرام، السلام عليكم. ومرحبا بي عندكم. يلا ما حماش البارح باسكو صرا فيها ديفيلي، وحنا نعرفوا الديفيلي شويه خاطئ. بعد ما تصرا حوادث مرور يعني الديفيلي شيء مباح ولكن في المعقول، يعني انسان ما يديرش السرعه المناورات الخطيره، يعني في اطار معقول بتي كلاكسون شي حاجه باسكو كاين ناس مرات في الليل. يعني كلمة معقولة نمدو لاكوب نتكلموا نمدو لاكوب معليش شويه ديفيلي ما نكثروش بزاف. اذا اليوم اخترت لنا موضوع اللي هو الوقوف والتوقف. نعم. العشوائي. نعم. الوقوف هي ظاهره شفناها يعني يوميا في طرقاتنا، انه هناك بعض السائقين يعني يركنوا سيارتهم بطريقه عشوائيه بطريقه غير قانونيه، يعني مما ادى الى يعني حدوث فوضى في طرقاتنا. والوقوف دوكا الحنسيون نقسموه ينقسم الى فئتين، هناك الوقوف الخطير يعني الذي يشكل خطرا على مستعملي الطريق، وهناك الوقوف المعيق يعني الذي يعيق حركه المرور. كاين لو ستاسيونمون دونجورو الخطير، ولو ستاسيونمون جينون المعيق. هما في زوج ممنوعين، هذا خطير ممنوع، هذا معيق ممنوع، ولكن هذا ممنوع لانه خطير وهذا ممنوع لانه معيق. نروحوا للوقوف الخطير يعني لسبب خطر. الوقوف الخطير اين يقع؟ يقع في منعرجات. انسان ولا السائق كي يحبس يتوقف في منعرج هذا وقوف خطير. صح. الخطر راهو ايماجيني راكي تسوقي صحراء وفي الفيراج ما كيتش ما عندكش الرؤيه لا فيزيبيليتي ما كانش، ا مومون دوني يخرج لك واحد مستاسوني في الفيراج. دونك هنا
مع لابانيك هذيك تقدر تروح لاكوش وحده وجاي هنا مشكل خطير. دونك الوقوف الخطير في المنعرجات. كاين نوع اخر يعني منطقه اخرى هي في قمه مرتفع سوميت كوت. سوميت كوت ما عندكش الرؤيه كيف ما عندكش لا فيزيبيليتي، ما تعرفش شكون السيارات اللي جايين الاتجاه المقابل. دوك حنا كي نستاسيونيو هنايا هنا يعني تسبو خطر. علاه راكي في لاكوت؟ ان فوا تفوتي لاكوت ما باش كاين غير تولي تشوفي تلقاي واحد جوست هنايا مستاسيوني، هذا يعني شكل خطر كبير. كاين وقوف كاين كذلك وقوف يعني قلنا في المنعرج في قمه مرتفع، هناك داخل نفق وقوف خطير. صح ستاسيوني داخل تونال يعني تشكل خطر على مستعملي الطريق. ستاسيوني فوق البون فوق الجسر وقوف خطير. صح وخطير جدا. وكذلك النقطه الخامسه اللي هي قولها للدكتور نقولها لك تقول لي باينه، هو الوقوف فوق السكه الحديديه. هذه كده ستاسيوني تما فوالا. ولكن الاربعه الاخرين لا تقل خطوره على وقوف فوق سكه حديديه، يعني هذا خطير باسكو معروف حديديه خلاص. ولكن الاربعه الاخرين ثاني حطيتها في الرايه كما يقول حط راسي في الرايه. صح دونك النقطه الرابعه الخامسه لا تقل اهميه على النقاط الاخرين. دونك هذا وقوف خطير. هناك الوقوف المعيق ستاسيوني ستاسيون مونجينو على سبيل المثال ستاسيوني في مفترق طرق في انترسيكسيون تخليها. دونك الوقوف المعيق كذلك خارج الخرجه تاع مستشفيات على سبيل المثال ولا الدخله تاع مستشفيات يخليك السياره تاعو ويروح ماغري يقول لك عندي اورجونس، مي اورجونس كاين لي زومبيلونس داخلين المستشفيات كاين ماشي انت يعني. كاين كذلك خرجه تاع مدارس امام المدرسه كيف كيف ستاسيونمون جينون يعني تسبب يعني اللي يقراوا في المدارس يخرجوا بطريقه يبداو زيكزاكيو وهنا تشكل خطر على الاطفال اولا. دونك كل هذا يدخل في يعني الوقوف المعيق. هما قلنا في زوج انتردي كي الخطير كي المعيق، هي مخالفه من الدرجه الثالثه تؤدي بسحب رخصه السياقه لمده 48 ساعه بغرامه جزافيه 2000 دينار جزائري. وعندك 10 ايام اندي تاع 10 ايام باش تخلص الغرامه. يفوتوا 10 ايام هنا تحجز يعني رخصه السياقه لمده شهرين. ياسين هذه من باب الممنوعات ولكن كاينه حاجه حاله اخرى اللي مضارين نشوفوها خاصه في الاحياء الشعبيه ما باليش اذا من الممنوعات ولكن من الجانب الانساني ما جاياش. مؤخرا كنا نشوفوا باللي في الارصفه يعني في الزاويه تاعها نشوفوه في الصوره اكزاكتومون في الارصفه الارصفه صح في الارصفه لما ينتهي الرصيف كاين بلديات دارت منحدر صغير للناس اللي تمشي بكراسي متحركه وللناس اللي ما تقدرش تطلع على درجه فنشوفوا كاين سياره تغلق هذيك الدخله. هل هذا ممنوع؟ اكيد اكيد القانون؟ اكيد راني جاي لها راني جاي لها في تاع الرصيف. ممتاز النقطه اللي جايه نعطي لك انواع الوقوف يعني كاين ثلاث انواع الوقوف. النوع الاول هذا شوف شوف هنا قبل ما نروحوا لمخرج الصوره الاخرى هنايا هذه بلوز دات في حمتي هنا هنا درنا بون هذه في الجولف دونك احياء يعني متفرقه هكذاك الاخر ونشوفوا الظاهره هذه تاع يعني هذا حجز المكان ب هذا ممنوع كذلك كثير من السكان يديروها بطريقه عشوائيه دون تصريح دون رخصه دون اي هكذا ممنوع من فضلك قل لي ممنوع يعني ممنوع. حتى واحد يكون حدا داره يدير لك بلانت هكا باش انت ما تقاريش يعني وتقعد دور. شوف هي في قانون العقوبات هناك ماده تنص على معاقبه الذي يعيق الطريق العام ويعيق الرصيف اظن هاي الماده 144 الذي تعاقب على من يعيق الرصيف ويعيق الطريق العام وهذه مخالفه تروح العداله هذه ماشي مخالفه هذه جنحه. ولا تلقاه مداير شجره كبيره يقول لك ما تقاريش تحتها باش انا ما نقاريش في السمك. فوالا وصحاب الدكاكين يحطوا الصناديق يحطوا كنا في احد الاعداد لما حضر معنا الاستاذ المحامي الخبير القانوني حسن برهمي كنا ذكرنا له الموضوع قال لك لازم الجيران يبلغوا على هذا الامر أكيد. لانه هذا تعدي على الملكيه المشتركه. وكيفاش قلت لي انت يا صلاح وان يعني البلديه تخلي يعني اماكن اللي يعني تحب يعني الاحتياجات الخاصه باش يقطعوا هنا كيف كيف انت قطع الطريق هذه ما نهضروش على القانون جانب انساني من جانب انساني يعني ما تجيش يعني على كل حال. دونك قلنا كاين ثلاث انواع الوقوف هناك الوقوف الاول مع الصوره الاولى مع المخرج الوقوف الموازي هذا هو الوقوف الموازي هذا ستاسيونمون اون باراليل يعني باراليل بارابور واش بارابور الرصيف موازي مع الرصيف راكي نتيا والرصيف خطاني متوازيان لا يلتقيان دونك اون باراليل ولا نعيطوا له كاين اللي يعيطوا له الكرينو هذا الكرينو هذا النوع الاول ستاسيونمون معروف. كاين النوع الثاني هو ستاسيونمون اون باتاي الوقوف المتعامد متعامد بارابور واش متعامد مع الرصيف
انت والرصيفه كيفاش كنتي هذا هذا متوازي الصوره الثانيه فوالا هذا متعامد هذا اون باتاي هذا متعامد بعد كيشكلتي السياره ومع الرصيف زاويه 90 درجه وكاين النوع الثالث هو الوقوف المائل لو ستاسيونمون اون ايبي ايبي معناها مائل هذا نلقاوه بزاف يعني هذو ثلاث انواع ومع الاسف الشديد في الصور اللي كنا نشوفوها مقبله في الفيديو هناك نوع رابع حنا قلنا الوقوف باش نفكروا الوقوف موازي مع الرصيف عمودي مع الرصيف مائل بالنسبه للرصيف وكان مع الاسف الشديد وقوف فوق الرصيف فوق الرصيف وهو اللي كنا نتحدثوا عليه انه ممنوع الانسان او السائق يحط السياره تاعو فوق الرصيف لانه الراجل كي يلقاش مكان وين يمشي فوق الرصيف يروح للطريق والطريق كاين خطر حدوث حوادث مرور وكثير يعني من الاحيان شاهدنا هذه الظاهره. في الصور اللي كنت وريتها ياسين كاين نعم. مكان مخصص لسيارات تاع الناس اللي عندهم اعاقات للناس من ذوي الاحتياجات الخاصه نعم. عندهم سيارات يقودوها ولكن من ذوي الاحتياجات الخاصه تلقى انه نشوفوها بزاف في اللي يعني لي باركينغ تاع المراكز مراكز تجاريه ولا نشوفوا الطراسه تاع الكراسي الناس اللي تعاني من اعاقه نعم. نلقاو الناس من سيارة عادية لما ما يلقاش مكان يحطها لتم هذا ثاني من الجانب الإنساني أكيد أكيد نعم وهذا لا يليق يعني احترام للغير قبل ما يكون سائق قبل ما يكون سائق يكون يكون أولا قبل كل شيء يكون إنسان ذو أخلاق احنا مسلمين احنا كما يقولوا الدين المعاملة ماشي الدين برك في المسجد ولا راك تمشي راك تسوق راك كاين واحد الجانب الديني راح نطرق له في سير في الأمان أنه الجانب الديني يدخل في ضمن هذه السلم المرورية لأنه احترام السلم المرورية هي داخلة في الدين لأنه حق الطريق نعم حق الطريق اكسترا كاين أحاديث كثيرة اللي تصب في هذا المجال باش يعني السائق أولا وقبل كل شيء هو إنسان مسلم يتطرق إلى أمور أخلاقية قبل الكويز فقط كاين هذه الحادثة اللي تكلمت عليها تاع الأماكن المخصصة اللي راكن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى البلدان الأوروبية كانت فيها مبادرة ولا تظاهرة كبيرة باش يحاربوا هاد الناس اللي تركن سيارتها في أماكن مخصصة للناس ذوي الاحتياجات الخاصة فكانوا يقولوا لهم يحطوا دي بوستيت في الفيسبوك تاعهم يقولوا لهم سي تو برو ما بلاس كومون هانديكاب يعني اذا خديت مكاني خذ اعاقتي صح وهذا الشيء غير المعتقدات تاع الناس ولا لما يشوف هذا المكان اللي ممكن يبقى غير هو اللي يركن فيه سينو ما يركنش يخليه فارغ ويروح هذه مليحه تكون نديروها مليحه هذه شتا يعني كما قلت قصاصات عندهم قصاصات لاصقه يلصقوا القصاص تاع اللاصقه يلصقوا في كاع في السياره في البابريز يعني جيت السياره تاعك تلقاها مغلفه كاع ما تعرفيهاش والميساج يلحق ولا الميساج طريقه غير مباشره انه راك يعني متوقع في حق مليح انك يعني. تطرق مثل هكا مواضيع وحتى المبادره هذه مليح دوك باقي ندير انا وندير قصاصات اذا خديت مكاني خذ اعاقتي سلوغون وخلوه يجي وكما قلت لي صالح قبيلات في الكواليس قبل ما نبداو المباشر قلت لي كاين الوقوف والتوقف يعني لا بلاك هذيك بلاك هك وهك وحده شوف كاين الوقوف اللي هو الستاسيونمون وكاين التوقف والاري لو ستاسيونمون معناتها نخلي سيارتي ونروح هذا وقوف ستاسيونمون خلي سيارتي تاعي ونروح اوكي والتوقف والاري معناتها حبس دقيقه شريت حاجه ولا طلعت واحد ولا هذا توقف استناري دونك كي تكون اشاره هذيك المعروفه ممنوع ستاسيونمون اللي عندها مقسومه على زوج هذيك ستاسيونمون انتردي ممنوع الوقوف ولكن تقدر تتوقف تقدر تستاسيوني ما طولش طلع واحد اكسيتيرا وكي تكون اشاره مقسومه على هكذايا كروا هذيك ممنوع الوقوف والتوقف اري ستاسيونمون انتردي ميم با دقيقه ما تقاريش تخبط واحد ولا طلع واحد ولا سياره اجره ولا ما كاش ما عندوش حق يتوقف في هذاك البلاصه ولكن الحاجه اللي ربما تغيب على السائقين انه كي يقول نشوفوا ممنوع الوقوف ستاسيونمون انتردي تقدر دير التوقف بصح التوقف عنده شروط الا تخليت من ثلاث شروط هذوما يعتبر وقوف ستاسيونمون عندك مخالفه دونك كي يكون ستاسيونمون انتردي تقدر توقف ثلاث شروط ما تطولش ما تقعدش توقف ماشي اريا راك خلاص ما تطولش ما تبعدش حاب يقول تخلي سيارتك وتروح تجي سياره الشرطه وراه مول السياره ما كانش هذا ستاسيونمون وما تطفيش الموتور الا طفيت الموتور سي بون راك ستاسيونمون توقف دونك ما تطولش ما تبعدش وما تطفيش الموتور دونك الا خليت هذوك الشروط راك ستاسيونمون يعني عاقب عليه القانون دونك راك خليت زعما راك ما طفيتش الموتور وما طولتش ما طفيتش الموتور وما طولتش بصح ما كاشك راك بعدت وراه السيد ما كاش مخالفه ما بعدش وما طفيتش الموتور بصح طولت
مخالفه. دونك تنحي شرط من شروط تروح يعني تولي وقوف يعقب عليها القانون. نروحوا للكويز. نعم. اني وجه. يلا نروحوا للكويز هنايا بويسك نهضروا مع ستاسيونمون. دونك ماذا تعني هذه العلامه؟ ممنوع الوقوف، ممنوع التوقف، مسموح الوقوف. ممنوع عندك ثانيه للتوقف. ممنوع الوقوف. ممنوع التوقف. ممنوع الوقوف. احنا الوقوف باش نترجموه باش باسكو الوقوف التوقف تلف لك. احنا موالفين ستاسيونمون. الوقوف هو ستاسيونمون. نعم. التوقف هو لاري. اري. اكد اللي بسترس يقول لي الاجابه. راني غلط. اوكي. ما قلت والو ما قلت والو. هذه غزاره يقول. هذا ستاسيونمون انتردي ممنوع الوقوف. هذا ممنوع الوقوف. ماشي التوقف. هذا ستاسيونمون انتردي. دوك هنايا تقدر دير توقف اللي قال زهره توقف تمتم بصح ما تخليش ثلاث شروط. ما تطفيش الموتور ما تبعدش وما تطولش. دوك هنايا تقدر دير توقف وتروح بصح ستاسيونمون تخلي السياره تركن السياره وتروح هذا شيء ممنوع. نروحوا للصوره المواليه. هذا الوقوف هل هو مسموح او ممنوع؟ ممنوع. هذه خلي زهره تجاوب. ممنوع. كاش منها زهره سير. سير. دوك نتكلم عليها صح ممنوع. فوالا تكلمنا عليها. هو الوقوف معيق. نعم. هنا يعيق الراجلين يحبوا يقطعوا طريق دونك انتردي. دوك الا شافوها جات الشرطه ولا جات مصالح الامن وشافت هذه الستاسيونمون هنا مخالفه. حتى على دودانا على ممهل ممنوع. ممهل كذلك. ممهل ممنوع فوق الراس فوق قلنا اكسترا. دونك مليحه هذا الوقوف ممنوع. السؤال الموالي. هل استطيع الدوران الى اليسار؟ هذا مول الشاحنه الفرقون بيض. هل يستطيع الدوران الى اليسار؟ ممنوع. لا 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 نكونتينيو. ما يقدرش. ما يقدرش لانه في رواق مخصص للسير مباشره للامام. فوالا انا جبر بي راح يدور على اليمين. احنا كاين خطا في السؤال. الى اليمين. الى اليمين لا خطا. انا اخطات. دونك راح يدور ادروات. على ما يقدرش يدور ادروات صلاح؟ وراه المشكل. لانه فيها راهو في رواق مخصص للسير مباشره للامام. لو اختار انه يروح على اليمين كان قبل هذا الطريق يكون على الجهه اليمنى. ولكن المدينه جميله هذه. هذه في وهران بلاص دار. بلاص دار وهران نحيو صحاب وهران. تحية كبيرة ليها. فوالا نروحوا للسؤال الموالي. طيب يا صالح راك 10 على 10. راني معول راجع صالح. معليش. دونك هذه ممر سكة حديدية محروس باساج انيفو غاردي على 50 متر ولا على 100 متر ولا على 150 متر؟ هذه 50 متر. هذه 50 متر. أنا نقول 100. كيفاش عرفت؟ كيفاش عرفت؟ أنا ما عرفتش. أنا ما ضربتش. والله ما نكذب عليك شفت المسافة اللي راهي. مسافة قريبة يعني. ماشي قيس ملعب كرة قدم يعني نص ملعب كرة قدم. ولكن هناك إشارة او مؤشر قلت لك راه مود فوت انا مود فوت على المسافه ما يحتاجش تكون فيها دونك المؤشر وراه هي هذيك الشلطه اللي فوق تحت البلاكا اوي الا كاين شلطه وحده تدل مسافه 50 متر الا كاين زوج شلاطي 100 متر ثلاثه شحال يولوا 150 متر دونك كل شلطه هي 50 متر دونك اوليو يكتب لك 50 100 150 انا حسبها لي صبيغه قاسوها ومن هنا نستنتج بلي صلاح ما حفظش الكود ما صح صح هذه ما راجعهاش شوف عندي مشكله هنا في الاشارات وعندي مشكل في الاولويات الاولويات لازم عليها اولويات نهضروا عليهم صارت لي حكايه مع زهره غير الاولويات خلاص نهضروا عليهم بروسان فوا ان شاء الله دونك قلنا كل شلطه 50 متر دونك استطيع التجاوز نعم ام لا اسكو نقدر ندوبلي؟ ما كاينش مشكل هيا زهره لا بروبلام كل يطوش دوبلي دوبلي زهره ما تخافيش ما نقدروش باسكو تكري على الله زهره كاين واحد جاي ما غاسا بدي لا سربريزيون كاين واحد جاي في كاين في التروفيزور فوالا باسكو بعد الريفلكس هاي طيب باسكو الاتجاه المقابل ما كاينش هذا وجاي دونك كي شفنا المئات العاكسه هنا راني في حال تجاوز والقانون يعني يعاقب اللي يكون واحد راح يدوبليك وانت تزيد واحد دوبلي صح ايماجين واحد يدوبليك وانت تزيد دوبلي تجاوز فوالا هذه عندك مخالفه ما قلت ما صار الاول السيد عندك مخالفه هذه بلا مخالفه السيد يقدر يدير حد في مرور دوك هنايا نشوفوا التروفيزور تاعنا ممنوع التجاوز والتجاوز شفنا راهي راجعه باسكو الحصه اللي فاتت هضرنا على التجاوز دوك مازلنا شفناها طريا البلاكه هذه منحدر غير 10% مش معناها 10% هذه ندخلوا في الحسابات الرياضيه هل كل 10 مترات انخفاض ب 100 متر هل كل 100 متر انخفاض ب 10 امتار هل كل 10 امتار انخفاض ب 10 امتار وشنو هذه 10% هذا سؤال فخ خصنا هاي نفكروا شويه الرياضيات كل 10 متر لا لا كاين منحدر راهو منحدر هنا نتفاهموا على حاجه ان هناك علامات خطر واش هو الخطر هناك منحدر حبطه راهو خطير شوف انا نقول الاولى كل 10 متر انخفاض ب 100 متر صح لا لا انا نقول الثانيه كل 100 متر انخفاض ب 10 متر
لا لا ب 10 درجه 10 درجات نو 10 امتار 10 امتار شوف نو باسكو هذيك 10% من 10% تقريبا 10% واش معناتها معناتها كل ما نمشي 100 متر نهبط بيا 10 امتار شاك 100 متر نهبط بيا 10 زكيت نيغوزي انا هذه 10% فوالا صح وخطيره 100 متر 10 متر تحل تحتها تسمى حبطها شويه تسمى تفريني دونك خلي يجيك الفرا فوالا تحبط فرا موتور وترجعك على الفرا دونك كل 100 متر تحط بك 10 امتار 10 امتارات على مستوى ارتفاع على مستوى اي مستوى مستوى عشرة. البحر مستوى البحر ماشي مستوى الطريق مستوى البحر مستويات الجبل فيها 300 متر علو على مستوى واش على مستوى البحر صح نحسبوا مستوى البحر صح دونك نروح نجاوب في السؤال الموالي هذا اخر سؤال هل استطيع التجاوز اخر سؤال نعم ام لا قربوا من السؤال لا علاه لا لا شوفي الاشاره راهي في الارض تاع ادخل باللي راهو جاي طريق باللي راهو جاي خط مستمر تقدر تسبقها هادي الزوم صلاح انت قلت لي البارح بيت نراجع وما كذبتش يا خويا صح عندك لا اليوم راني معول دوك هذيك يعيطوا لها اسهم الانحياز صح لاش دو رابطمون حاب يقول الا معول يعني تدخل بليتو دوبلي ما تدوبليش علاش اسهم الانحياز علاش داروها باسكو دوك كان نمشوا واش كاين من بعد كاين خط مستمر ويقول لك ادخل هذا دوك ندوبلي منا لو طون تعاود تخرج بليتو تعاود تدخل تلقى راك في خط مستمر حتى لو كانت طوموبيلتك سريعه وتدخل سريعه على فوس قال لك غير ما تشقاش باسكو راح تدخل في الخط المستمر زهره قالت لنا هذا هو اخر سؤال انا والله ما حبقاش باسكو لقيت واحد حاجه غير مخسر فوالا شغل هذاك اللي عنده بالون ويزعف في الدويره بطلت ما نلعبش خلاص انا الاشارات على الارض نعرفهم الفلاكات اللي ما نعرفهمش الاشارات المره الجايه يديرنا غير الفلاكات ان شاء الله ماشي مشكل حبينا نوعوا علاش باش احنا من خلال هذو الكويز باش نعاودوا نحييوا كاين الناس نسات اشاره المرور كاين الناس ممتاز صح كاين الناس نفكرهم دونك بيسك خلاص الوقت نحبسوا هنايا شكرا لك شكرا جزيلا على الموضوع نشوفك ان شاء الله الاسبوع المقبل بموضوع اخر شكرا يومك سعيد يا ياسين حبي شكرا لك شكرا لك السماء والسكري ولما تطيح انسانت ما تروحش تباشروا داكور دونك لما ما تباشروش هذيك الكميه نقولوا مثلا تاخذ 50 كميه 50 او المشاهد الكريم يعرف لوليفو تيرا تاخذ مثلا فوالا تاخذ 50 ميكروغرام لو كان تاخذ هذا 50 كي ما كانتش انسانت كان يكفيها ولكن كي تطيح انسانت لازم تتقاسم الكميه مع الجنين تاعها اوكي والكميه هذه شكون يحددها يحددها الطبيب يقولها شحال تزيد دونك يلا كان 50 راح تستعملها هي هذا الجنين تاعها باش يكون الجهاز العصبي تاعو ما يكونش عنده هرمونات غده درقيه اللي هو يسحقها باش يكون الجهاز العصبي تاعو اذا يقدر يكون عندهم دي زونفون مال فورمي كما سبق وتفضلتي طيب دكتوره ممكن هذا السؤال يكون للناس اللي ما تعرفش ولكن هل في اعراض ولا حاجات اللي تخلينا نقولوا ممكن فيه شك انه هذا عندي هذا المرض خمول الغده الدرقيه تري بيان الوغ في خمول الغده الدرقيه كي نقولوا جايه من كلمه خمول دونك نقول للمشاهد الكريم تخيل انه الجسم تاعك كاع راح يكون في خمول راح يكون راقد يعني اولا راح يحس بالتعب تعب شديد يعني يكون عنده تعب يكون عنده ارهاق ثانيا حتى حنا لما نتكلموا مع المريض نحسوا كانه تعبان كانه ما راهوش خفيف في الكلام معنا في المباشره معنا ثقيل يعني. ثقيل فوالا نقولوا الي غالونتي نحسوه ثقيل حاجه ثالثه دي جون اللي زايدين في الوزن مالغري يتبعوا حميه ونظام غذائي ولكنهم ما ينقصوش في الوزن ثاني القلب تاعهم الهرمونات الغده الدرقيه يسحقون في نشاط القلب دونك لما ما يكونوش يكونوا ناقصين القلب تاعنا الدقات تاعو راح تكون ناقصه نسموها لا براديكاردي داكور راح يكون الجهاز الهضمي تاعو يدخل في خمول فراح يكون عنده امساك المراه مثلا يقدر يكون عندها خلل في الدوره الشهريه تاعها مثلا يقدر يكون كاين مثلا برود الجنسي يقدر يكون مثلا سقوط الشعر الاظافر ما يزيدوش بطريقه عاديه يقدر يكون الاكتئاب وحده كلها اعراض كلها اعراض حتى الاكتئاب يقدر يكون خاصه عند الناس الكبار في السن الاكتئاب يقدر يكون علامه من علامات او عرض من اعراض خمول الغده الدرقيه عند الاطفال مثلا تركيز يقول لك عنده ان روندمون سكولير ناقص يعني ولدها ولا بنتها ما يجيبوش نتائج مليحه زايدين شويه في الميزان هي برك امر خمول غده الدرقيه اون فوا يشرب الدواء يركز يجيب نتائج مليحه هادو هما الاعراض كما لاحظتوا ما كاش عرض خاص 100% بخمول غده الدرقيه ولكن كي يتجاملوا يتجمعوا زوج من الاعراض او ثلاثه يخلونا نخمو في خمول غده الدرقيه داكا باغ اكزومبل التعب نلقاوه في الانيميا نلقاوه في خمول غده الدرقيه نلقاوه في امراض القلب نلقاوه ولكن لما نجمعوه مع عرض واحد اخر ولا زوج ولا ثلاثه من اللي قلتهم
يخلونا نخمو في خمول الغده الدرقيه. دونك المشاهد الكريم اللي كان عنده عرض من هذه الاعراض اثنين او ثلاثه يخمم في خمول الغده الدرقيه. ثاني ايضا ظاهره ثاني نشوفوها منتشره انه نسى يقارنوا يمكن الكميات، انت علاه تشرب هكا وانا مريضه كيما انت، وتلقاهم يعني يديروا لي ميدسان على بعضهم. فوالا تخي بيان، باسكو احنا ثاني في الفحوصات تاعنا لاحظنا بزاف هذه الظاهره، انه الامر احنا بطبيعتنا نقارنوا بزاف بعضنا حتى في المرض. يعني باغ اكزومبل تجي لك مريضه تقول لك باغ اكزومبل انا نشرب 50 نورمالمون، انا تقولي لها علاش ما ديتيش باغ اكزومبل 6 شهور للفحص تاعك؟ شاكي تشربي يعني نشرب 100، بصح انا خليتك تشربي 50. تقول لك نو باسكو بنت خالتي ولا بنت عمي قالت لي ماكيش مليحه دونك تحقي بلوس، باسكو هي تشرب 100 دونك هي تبعتها وشربت 100. دونك نقول لهم ما تقارنوش، حتى ولو كان عندنا زوج مرضى قدامنا عندهم نفس السن نفس الاعراض نفس خمول الغده الدرقي نفس كلش، ولكن تقدر الكميه تاع الدواء تختلف من شخص الى اخر. دونك الوحيد اللي يقدر يحدد لك كميه الدواء هو الطبيب تاعك لما البشري. هو زمان يعني الادويه احنا كي نشربوا دوري بخان ونقولوا لازم قد هذيك لاش بين نخموش حالو كيفاش يعني على غده وادويه. صح دكتوره نعيمه مسعوده، انت طبيب مختصه في امراض السكري والغده الدرقيه، حديثكم كله على المرأة لأنها أكثر عرضة لهذا الشيء وبنسبة كبيرة عند المرأة. الرجل هل فيه إصابات عند الرجل بهذا الشيء؟ إذا فيه وشنو هي الأعراض؟ هل نفسها ولا تختلف؟ وهل فيه يعني فئات عمرية اللي تقاس بهذا المرض؟ دونك خمول الغدة الدرقية يقيس الرجل كما يقيس المرأة. أوكي. ولكنه بوكو بلوس أكثرية عند المرأة، ويقدر يقيس جميع الاعمار، كاع الاعمار يعني من الطفل الصغير من حتى حديث الولاده اللي ما عندوش غده درقيه، يعني مشكل خلقي ما عندوش غده درقيه يزيد بها، يعني من الصغير حتى للشيخ الكبير العجوزه الكبيره. ولكن اكثر انتشارا في لاج جان، يعني لاج تاع 20 سنه 30 سنه، على خاطر خمول الغده الدرقيه كي نهضروا عليه فيه بزاف اسباب. خمول الغده الدرقيه ديجا فيه بزاف اسباب يخرجوا منه بزاف امراض، ولكن اكثر انتشارا هو اللي يكون انتشار عند لاجان، عند العمر تاع 20 سنه 30 سنه. يسميوها دونك نقول لكم عليها، يعطيك الصحه اللي اثرت لنا الفكره هذه. اسمها من جميع خمول الغده الدرقيه ليبوتيرويدي، كاين ليبوتيرويدي اوتو ايمون. هذه اوتو ايمون واش تقيس؟ تقيس لا فام، هي الاكثر انتشارا، السبه الاكثر انتشارا تقيس لا فام جان، يعني المراه الصغيره في العشرين والثلاثين، وتلقى العائله تاعها عندها اختها عندها يماها عندها بنت خالتها يعني؟ تقريبا عندهم خمول الغده الدرقيه اوتو ايمان. نقدر نشرح لكم اوتو ايمان؟ شوفي باسكو هي الاكثر انتشار اوتو ايمان سيكوا. الجسم تاعنا لما يدخل جسم غريب ليه يدير دي زونتيكور مضادات، باش اجسام مضاده بطبيعه الحال. في بعض لي فامي في بعض العائلات جوستومون واش يصرى؟ يصرى عندهم خلل في معرفة الغدة الدرقية. أوكي. كأنه الجسم ينكر الغدة الدرقية تاعها يدير لهم مضادات. هذيك المضادات راح تروح للغدة الدرقية راح نقولوا تهاجمها راح تكون فيها التهاب، وهذا الالتهاب تاعو نتيجة تاعو شنو هي؟ خمول الغدة الدرقية. وهذه السبة هذه هي أكثر انتشارا عند المرأة اللي تكون في العشرين في الثلاثينات، ونلقاوها في العائلة، يعني لما تجي تفحص نسقسيوها نلقاو أختها نلقاو خالتها نلقاو عمتها خالتها أمها مصابه بنفس الخمول الغده الدرقيه. ولا هي ثاني كما بقيه الاعراض ولا الامراض تاع الغده تبقى افي هذا كان تريتمون. شوفي لما تقولوا خمول الغده الدرقيه اوتو ايما اللي هضرت لكم عليه جينيرالمون سي 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 افي، يعني مالادي فوالا دونك راح تطول طويله المدى. في بعض الحالات الشاده قليله نقدروا وين نحبسوا، ولكن نقول لهم باللي دائما الطبيب يعني الطبيب هو اللي هو اللي يزيد في الدواء، هو اللي ينقص في الدواء، وهو اللي يقول اسكو نحبسوا الدواء ولا ما نحبسوش، ولكن في غالب الاحيان هي طويله المدى. الحديث معك يهبل ومعلوماتك مبسطه ما شاء الله عليك. الله يسلمك. حبيت نطرح لك واحد السؤال لانه كانت عندي اون اكسبيريونس مع شخص من العائله كانت اونسانت، وانا هزيت لهذاك الدواء اللي تشربوا، هي عندها خمول جو بونس تشرب تيغوزول. دونك قريت هي كانت اونسانت بصح مكتوبه في تيغوزول انه ديكونسيي بور لا فام اونسانت. شوفي كاين شوفي دركا كاين نشاط الغده الدرقيه كاين خمول الغده الدرقيه. داكور هما كي نقولوا نشاط وخمول هما زوج امراض ما يتشابهوش. كي تقولي خمول معناتها الشخص خامل ايتو، والنشاط معناتها نشيط وكاع الاشياء اللي قلت عليهم الاعراض لو كونتخير. دونك مشيان قلبه يخبط بزاف عنده اسهال، دونك العكس تاع اعراض خمول الغده الدرقيه.
في خمول الغده الدرقيه، راح نعوضوا الهرمون. ما عندهاش الغده الدرقيه تاعنا ماهيش تمد لنا الهرمون اللي هو الاستي 4 استي 3. دونك واش نديروا حنايا كاطباء؟ راح نعوضوا هذاك الهرمون بالليبوتيروكسين، بالليبوتيروكس راح نعوضوا لها هذاك النقص. اوكي هنا لا خمول يعطيك صحه، هنا خمول ولا فام اونسينت لازم تباشر الطبيب تاعها باش يزيد لها في لا دوز، على خاطر قلنا تقاسمها مع الجنين تاعها. داكور. وكاين افراط في نشاط الغده الدرقيه، مرض عكس المرض الاول هكذا. هذا وشنو؟ الغده الدرقيه نشطه بزاف، دونك راح نعطوا له لي زونتي تيرويديان دو سانتيز، يعني راح نعطوا له الدواء اللي راح ينقص من الهرمونات. داكور. راح ينقص منهم. دونك هنا هذه المراه اللي عندها افراط في النشاط عكس الخمول لازم ثاني تباشر طبيب امراض الغدد الصماء والسكري، وهو اللي يحدد وشنو هو الدواء اللي مزيد المناسب لها. فوالا. دونك كاين في الادويه اللي عندنا في النشاط عندنا واحد ثلاث ادويه ولا على بالنا وشنو هو الدواء اللي نقدروا نمدوه وهي لا فام وهي اون فات. لا اون اكسبليك لي فوسكوش عند هاد لي فام اللي يكونوا يموتوا لهم باغ اكزومبل ولادهم في كرشهم هما يبقاو بالتيغوزول. ايه دونك شوفي ليكسي هذاك يمكن ياثر على الجنين. شوفي لازم متابعه طبيب امراض الغده الصماء والسكري، باسكو كاين ادويه بهنا ماشي متوفره اللي نقدروها كي في نشاط الغده الدرقيه نقدروا نمدوها لا فام اونسانت، كاين اللي نقدروا نمدوها من الاسبوع السابع كاين. دونك هذا ترجع لازم فحص عند الطبيب المختص وهو اللي يحدد الدواء ويحدد الكميه اللي يمد لها من الدواء. شكرا جزيلا، نستقبلوا مكالمه راح تكون في الموضوع. صباح الخير. الو السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا سيدتي. انا ام مريم من وهران. مرحبا بام مريم. عندي سؤال ما من فضلك للدكتوره. تفضلي. ما نشدكمش بزاف باسكو على بالي اتصالات راها. مرحبا بك تفضلي. سلام دكتوره. صباح الخير عليك مدام. الحمد لله. عندي سؤال بالخص، انا ديجا دايره اون انترفونسيون في لو كواتر. داكور. المشكل تاعي ما كانش عندي ماشي طالع ولا هابط، كانوا عندي دي نودول. داكور. و بور لو مومون وراني نشرب ليفوتيروكس. بصح النهار 75 والنهار 100. و توجور عندي دي كرامب، عندي دي دولور في عظامي، اسكو هذا راجع ليفوتيروكس ولا ما عرف زعما توجور عندي هاد لي دولور، توجور عندي لي كرامب، توجور. طيب حبيت بك نسالها اذا نحكي. وي. حبيت نسالك بركي مادام نحيت الغده الدرقيه، الغده الدرقيه معي عيرتيها وقالوا لك بلي صافيه ما فيها والو؟ لا الحمد لله. وي صافيه. تخي بيان الحمد لله. الحمد لله دوك نجاوبك. والام تاعي والاخت دايرين ثاني قالعينها. الام تاعي دايره دومي تيرويد والاخت قالعه دايره كاع ابلاسيون هي ثاني. هيا تخي بيان. الام واش دايره؟ سؤال برك الام واش دارت؟ قال على دومي تيغوي. تخي بيان فوالا. والاخت ابلاسيون كومبليت. فوالا تخي بيان. ممتاز. ابقي في الاستماع السيده ام مريم، الاجابه تاعك راح تسمعها المباشر. شكرا شكرا الله يحفظكم. شكرا لك. تخي بيان. بون هذه المكالمه مهمه جدا على خاطر قالت فيها كلمه كنت حابه ندير هذه النقطه، كلمه كواتخ. دونك حبيت بيسك اتيحت لي الفرصه في هذا في الحصه تاعكم. ان شاء الله نشوفوك معنا في العديد من الحلقات. كلمه كواتخ على بالك باللي الكواتخ لو كان نترجموه بالعربيه وشنو هو؟ هو ببساطه زياده في حجم الغده الدرقيه. برك. هذا ما كان وشائعه الكلمه. ايه دركا اللي عنده نشاط في الغده الدرقيه واش عندك؟ عندي كواتخ. اللي عنده خمول في الغده الدرقيه واش عندك؟ عندي كواتخ. اللي عندها ورم في الغده الدرقيه كي تدخل عندك واش عندك؟ عندك كواتخ. كواتخ نقول لهم من هذا المنبر كواتخ بالعربيه زياده في حجم الغده الدرقيه. برك برك. دونك مادا بيا الا كانت عجوزه ولا شيخ يدخل يقول عندنا كواتخ معليش ما كاش مشكل، بصح لما يكونوا شويه صغار ويقدروا يعرفوا المرض تاعهم لازم كي يروحوا عند الطبيب يطلبوا واش عندي مرض ماشي كواتخ. يعني الطبيب يقول له عندك خمول، باش ما نروح تخرى كي يروح عند طبيب واحد اخر ولا يكون يهدر يقول عندي خمول ماشي كواتخ. سان ريان افوار كواتخ عرض. شريت 50% من العلاج شكون عرفوا؟ فوالا. نعم. كيما هذه الاستاذ المدام اللي تفضلت عندها دي نودول اللي هما نسموهم بالعربيه عقد في الغده الدرقيه، عيرتهم دونك ماشي كواتخ، دونك عندها عقد في الغده الدرقيه عيروهم صافيين، دونك دارت العمليه الجراحيه، دونك كي دارت العمليه الجراحيه نحوا لها كامل الغده الدرقيه. دونك ما كاش كاع غده درقيه، دونك وين راهم؟ ما كاش هرمونات غده درقيه، دونك
واش يصرى لها؟ خمول في الغده الدرقيه، شغل ما كاش يجيها اعراض الخمول، دونك مباشره بعد العمليه نعطوا لها دواء، نعوضوا لها بالليفوتيروكس عادي نعوضوا لها. فوالا نعوضوها لها. بصح واش نقولوا؟ الالام اللي ما يتعاني منهم؟ فوالا، دونك واش نقولوا لها؟ نقولوا باللي توجو ديجا اثير نقطه، دواء هذا باش نقول لهم باللي دائما يتشرب على الفراغ، على الخوان. على الفراغ، توجو هذا الدواء تاع الخمول الغده الدرقيه، نص ساعه قبل الاكل. باش الامتصاص تاعو يكون 100%. يخدم مفعول. فوالا، باسكو كاين ناس اللي يشربوا ما يعرفوش يشربوا، دونك يجي يقول لك انا نشرب، علاش؟ بصح لي زاناليست تاعو كي تشوفوا تلقاه ماهوش مليح، علاش؟ الخطا صغير انه ما يشربوش على الفراغ، يشربوا مع الاكل، وما يقعدش نص ساعه باش يشرب قهوه تاع الصباح تاعو، دونك كانه ما شربش لو ليفوتيغا. يشربوها تاع الفراغ. دونك فوالا، يعني دونك نص ساعه من قبل، دونك قولوا لها المدام هذا هو، تشرب 75 ونهار 50، هاد لا دوز يحددها نهار 100، فوالا، هذه يحددها الطبيب، الطريقه تاعو، كل طبيب عنده طريقه كيفاش يعدل المريض تاعو، داكور؟ دونك هي اذا حست ب قالت لك عندي دي دوله عندي وجع الام عندي دي كرامب سي فري بون يقدر يكون عرض من اعراض الخمول واش ما نقولوش نقولوا نقص في الدواء تاعها بالك راهي ناقصه في الدواء تاعها دونك لازم لها تحاليل ولازم تباشر الطبيب تاعها باش ياكد او ينفي انها كاين مشكل في الدواء داكور دونك لازم لها تحاليل ولازم تحفظ يقدر يكون ويقدر يكون ثاني نقص في كالسيوم لانه لما نديروا عمليه الغده الدرقيه نقدروا نقيسوا لا باراثيرويد اللي هي ثاني غده واللي مسؤوله على الكالسيوم دونك يقدر يكونوا تقاست وحاجه عاديه في الجراحه تتقاس ويكون نقص كالسيوم واللي يبان عندها بهذه الطريقه ممتاز. والاجابه تكون عند الطبيب المباشر تاعها. يعطيك الصحه دكتوره ولا غير كلام معك شيق ومعلومات شكرا. راح يكون اخر سؤال راهم يقولوا لي حلوه ما قدرناش نطلبوها ميرسي دونك اخر سؤال راح يكون عن الجراحه كاين بزاف ناس نشوفهم كيديروا جراحه تاع لا تيرويد يفقدوا الصوت. داكور دونك هي كي نديروا الجراحه بون بزاف يخافوها انا من هذا المنبر نقول لهم باللي ماشي الغده الدرقيه كي كنا نديروا لها العمليه بكري ودركا ما عندهاش فوالا دونك بكري كانت تخوف دركا ما راهيش تخوف يعني عندنا جراحين ما شاء الله في الجزائر اللي هما يديروا عمليه الغده الدرقيه بكل سهوله داكور ممتاز وصلي الفكره تاعك لانه كاين مكالمه برك هذا الصوت هذا الصوت هذا يا شغل ملي ريسك تاع لا شيروجي يقدر يكون بصح النسبه تاعو قليله دونك ما نقول لهم ما تخافوش النسبه تاعو فريمون قليله وكاين اللي تقاسوا بنسبه مثلا ماشي 100% يروحوا يديروا عند المختص تاع الريدوكاسيون فوالا يعاودوا يرجعوا الصوت تاعهم بطريقه عاديه ممتاز يعطيك الصحه دكتوره اخر سؤال راح يكون للمشاهدين مع هذه المكالمه الو صباح الخير الو السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام سيدتي انا ام الحسين من شلف مرحبا بك سيدتي عندك سؤال في الموضوع تفضلي للدكتوره يسمع بغيت نسقسي الدكتوره دوك انا يا عندي بالحمل وكي زيدت ديجا بنتي كان عندها الصرع دوك ريحت شويه تتفاصل مع الدواء وقاعدت بصح انا كي كنت بالحمل في الاشهر الاولى ديجا عطاتني طبيبه تاع عطاتني باش ندير التعيير تاع الغده الدرقيه وانا ما درتوش اني نسقسي اسكو كي ممكن كان عندي خلل في الغده الدرقيه هو اللي كان سبب باش بنتي جا عندها صرع ولا ما عنده حتى علاقه ممتاز الاجابه تاعك راح تسمعيها على المباشر وبغيت اخرى باللي راكم هايلين وراكم ما شاء الله شكرا وراكم راكم منتينا بزاف في ديارنا باسكو انا ديجا كي ندير صباح الشروق نحس كي شغل راني قاعده مع يما ولا مع خياتي ولا شكرا شكرا راكم هايلين وسلموا كامل على طاقم الشروق وربي يعينكم وربي يكون معكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب شكرا لك شكرا تري بيان دونك هي كان عندها التعيارات او التحاليل تاع الغده الدرقيه ما دارتهمش دونك نوصيها من هذا المنبر بلي لازم نديروهم داكور دركا بكري كنا صدق دومونديوهم لبعض النساء دركا كامل لي جينيكولوج يدومونديوهم بوغ تو الموند على خاطر انتشر هذا المعرض نقولها باللي ما يكونش عنده علاقه داكا مي بصح هذه الاجابه هذه صحيحه وين تديها تديها عند النورولوج طبيب الاعصاب اللي يدير له على خاطر عنده واحد الاجهزه يستعملهم طريقه يستعملها باش هو يقدر يعرف ونحس السؤال اسكو كي ولدت اسكو داروا لها تحليل تمتم ولا ما داروا لهاش تاع لو بيبي تاعها تاع لونكور تاعها فوالا تحاليل سي فغي يديروهم فوالا لما يعرفوا باللي هي مصابه بغده الدرقيه بصح هي كي ما دارتش تحليل دونك حتى هما كي ولدت ما كانش عندهم فكره اسكو كاين مشكل ولا لا يعني تنصحيها توجه لطبيب الاعصاب بيان سور يقدر يجاوب
سببها ونقولها بنسبه قليله يقدر يكون سببها ماشي بنسبه يعني كبيره. شكرا لك دكتور، ربي يخليك ان شاء الله. فريمون نتمنوا نشوفك معنا في العديد من الحلقات. ربي يحفظك، يومك سعيد. الله يسلمك، يومك سعيد ان شاء الله. شكرا. يعطيك الصحة الدكتورة نعيمة مسعودة اللي حضرتي معنا في صبيحتنا اليوم. مواضيع صباح الشروق كما برنامج ديالكم مازال متواصل، العودة بعد هذا الفاصل. دول تحقوا بينا سحق هوتكم، مرحبا بكم معنا. لحقتوا اللي الفقرة اللي نحبوها بزاف تعليكم كل يوم أربعاء كوتش لايف، إذا راح تكون معكم في فقرة أسلوب حياة. أسلوب حياة دائما في صباح الشروق من إمضاء المختصة كوتش خديجة يحضر معنا صباحنا اليوم. مرحبا بك. لا بس الحمد لله، سؤال عليك. صباح الخير خديجة، منوراكم توجور. الله يسلمك يعيشك. أنا كما قلنا نرجع لكم لو كومبليمون، انتم كاع متألقين الله يبارك. الله يخليك. شكرا، ربي يحفظك. صباح الخير أيضا للمشاهدين الكرام، نتمنى أنهم يكونوا بخير إن شاء الله. شكرا. داو أسبوع جميل و يعيشك، شكرا لك. إذا مباشرة نروحوا للموضوع اللي اختارتنا اليوم خديجة، اخترتي أنه نطلع على الجمهور نتاع صباح الشروق. نعم. تفضلي. اليوم نحن نتحدثوا على الصورة الذاتية. نعم. مش عارفة الجمهور صورة بروفيل؟ نعم، مش فاضيتو. الصورة الذاتية يعني هي الصورة اللي بنيها الإنسان على نفسه. داكوغ. واللي هي عندها دور مهم باسكو هي اللي تبني الواقع تاعو. الواقع تاعو يعني الحياة ديالو. باش نوضحوا أكثر نعاودوا كما قال نرجعوا شوية اللي وراء. وين يجيو كما قال وين كيفاش باش يتكون الواقع ديالنا؟ زهرة وصالح. هو عبارة عن تصرفات، اختيارات يتكرروا يوميا. اوكي، تولي عاده. تولي عاده. ومن بعد بهذيك العاده نتايا كما قال تبني الحياه ديالك وتنتج الواقع اللي تكون متواجد فيه. داكوغ. يعني فقط حبيت ناكد بليك هذا يا سر مهم ولا مفتاح مهم، لانه الانسان اللي هو يشوفنا ويركز معنا راهو رايح كما قال من اليوم وصاعدا يقدر يغير كما قال حياته 360 درجه. أوكي. كما قال من صفة خيالية مباشرة. صح. كيفاش حيصير هذا الأمر؟ قلنا بلي حنايا عندنا تصرفات واختيارات تتكرر يوميا. أوكي. هذه التصرفات والتخيرات ركزوا من فضلكم يجيو ناشزين من الداخل. وشنو هو الداخل؟ يعني الشعور والفكر. أوكي. إذا عندك شعور عندك فكر تنبا تصبح أنت تتصرف كما قال عبارة عن هذوك التصرفات تاعك اللي نجده من الفكره والشعور تصبح تصير بهم وتسعى في الحياه. يعني الى انت مثال نقولوا باش نوضحوا اكثر، مثال نقولوا انت بليك عندك رؤيه على نفسك انك انت ضعيف ولا ما عندكش حضور قوي ولا حياتك ماشي جميله ولا ماشي كما كنت تصورها انتايا. هذا ناتج للفكر والمشاعر تاعك. انت اللي درتي روحك هكيك. نعم، انت اللي درتي روحك هكاك. اكزاكتو. داخله في تقبل يعني، مرتبطه بتقبل. نعم، دخل هي شوف داخله في تقبل، بصح انا كيما نقول لكم كل مره كل شيء قابل للتغيير. صح. صح ولا صح؟ لا لا. الا انت عندك عزيمه والواقع اللي راك فيه ما مش عاجبك، فقط لازم عليك انت انك تولي تنتبه للتفكير تاعك، الافكار تاعك اللي تدخلوا في عقلك، يعني انت واش راك حتهدك، كيفاش راك حتتصرف، كيفاش راك كيما قال راك رايح تعمل تسعه، كل هذه الامور لازم كيما قلت تحب تراجعهم. الى العادات واليوميات وكما قال النتائج اللي هم يجيوك في حياتك ما يساعدوكش، لازم تعاود تشوف حاجه داخلك متعلق فيك، ترجع تولي للمصدر، تولي للعقل الباطن اللي كنا حكينا عليه في فقرات. نعم نعم، باسكو هو برمجه. اوكي، هضرنا عليه من قبل. صح صح صح. لكن الصوره الذاتيه اللي قلت لك هي اللي تبني لك الواقع اللي تكون انت متواجد فيه. داكا. العمل لك فيه، الحياه الزوجيه لك فيها، العلاقات اللي راك فيهم، اللي مش عارف انا الاهداف اللي ما تحققولكش عندهم كما قال راجع مصدر ما هو انت كيفاش راك تشوف روحك. انت العكس نقولوا انسان شوف لك هو قادر ويشوف لك هذاك الهدف يصغره لك هو باسكو الذات اكبر من الهدف. صح. كل ما عندك يكفيك كما قال اطلاقا مش عندك الداخل يكفيك بطريقه كافيه انك انت تحقق كل ما تريد بيان سور والحاجه اللي حددها لك ربي سبحانه وتعالى. هنا لازم نعاودوا نشوفوا الافكار من وجهه كل مره نشوفوا حاجه ماشي تخدم مليح خلينا نركزوا ونشوفوا اسكو كاين لماذا، نطرح سؤال لنفسي اسكو صح، اسكو كاين طريقه واحده اخرى، اسكو باغ اكزومبل نقولوا لماذا اشاك فوا لماذا باش نبقاو في تفكير ونبقاو كما قال نبحثوا ونفتحوا نافذه في الافكار، نفتحوا نافذه في المشاعر، نوليو نركزوا على المشاعر تاعنا وشنو هو المشاعر
اللي راهم كما قال يقودوني راهم يمشيوني. هل كل حاجه ندخل ليها ندخل ليها بخوف؟ هل كل حاجه ندخل ليها ندخل ليها بغضب؟ هل كل حاجه كما قال نكون حزينه نكون، هل كل حاجه انا نتشها في الاخرين؟ صح. كل هذه الامور خليهم كما قال ركز عليهم، ركز عليهم مهمين جدا. وتحدثنا من قبل على سلم هاوكنز وشفنا كما قال المشاعر السلبيه اللي تخلي الواقع تاعنا ما يكونش جميل. وهل هذا عنده تاثير على الثقه بالنفس؟ بيان سور عنده. شوف كله راجع اللي كيفاش راك باني بنيانك الداخل. أوكي. تقدر انت تكون داخل عندك جيش يدفعك للقدام وكل ما تريد كما قال تسعى اليه توصل ليه. وكما تقدر انت الا ما راك انت تشوف روحك ضعيف تشوف روحك تحشم تشوف روحك لا لا لازمش ندير هكذا لا لا بدات نخاف هكذا لا لا تقعد انت في لازم تاعك ما تخرجش لحاجه واحده اخرى. هذاك انت وياه كما قال وشنو الفرق بيني وبين واحد اخر ولا انت والاخر؟ انه هو عنده نظره واحده اخرى، انه هو يسمح لنفسه انه طوال الوقت يطور من ذاته، انه هو ينتبه للمشاعر تاعو لانه التجربه الارضيه تاعنا مبنيه على المشاعر. صح. مبنيه على المشاعر والمشاعر هما اللي ولدوا الافكار. خليك مركز على الافكار اللي يدخلوا ويخرجوا من عقلك. مهم جدا. صح صح صح. يخدموا صالحك يخدموا ضدك. هو كما قال كما احنا كنا هضرنا المره الحصه اللي فاتت هضرنا على العقل الباطن وهضرنا على القوه اللي عندنا. احنا عندنا كل حاجه كما قال ربي وخلقنا الانسان في احسن تقويم. عندنا كل عطانا الجسد الفكري الجسد المشاعري الجسد المادي الجسد الروحي الجسد الطاقي باش انت تسعى بطريقه جيده في هذه التجربه. عندك كل الادوات. تري بيان. كيفاش نستعملوا كيفاش نسيروا احنا السيره الذاتيه تاعنا الصوره الذاتيه تاعنا الصوره الذاتيه تاعنا يكون في سيفي الصوره الذاتيه تاعنا ما عنديش بس سيفي تاعنا يعني صح لا لا السيفي تاعنا اكزاكتومون عندك الحق عندك الحق شوفي زهرة وصالح كما قال الخطوات العملية في هذا في الصورة الذاتية باش نصحوا الصورة الذاتية تاعنا عندنا انه حنايا نركزوا واش نركزوا؟ نركزوا على الأفكار ديالنا تركيز خليك شغل ماشي باسكو علاش حنا تالما شغل نديرو اليوميات تاعنا بطريقة متكررة خلاص تولي حاجة أمر يعني عادي كما حنا نقولوا شغل سا دوفيان انستنكتيف لا بديهي بديهي هنا لازم نعاودوا نركزوا على هذا الأمر نركزوا عندنا تركيز وعندنا التكرار لأنه العقل الباطن مش يحب التكرار كل يعني مثال أنا تقول بلك أنا يا ما نقدرش ننجح مثال في هذه المادة ولا ما ننجحش في هذا الدومين لو كنت تغير من الفكرة تاعك ومن الشعور تاعك اللي تطلقه نحو هذا العمل ولا نحو هذا الهدف صدقني بلك يولي صغير وتشوف بلك سهل صح سهل انت راك تغذي نفسك داخليا انك تقول بلك لا لا نشوف نبحث ولا عندك كما قال خوف منه مع الاول خليك كما قال تستفسر تروح عند الناس اللي عندهم كما قال تجربه تاخذ بنصائح تاعهم تغدى كل هذه الامور اللي حتساعدك باش تغير من الصوره الذاتيه تاعك وتغير بذلك من الواقع تاعك. طيب كوتش خديجه ختاما نصيحتك للناس كامل حتى صورتي الذاتيه نحسنها ونخليها بصوره جميله. نعم الصوره الذاتيه تاعك يقدروا يغيروها ويسعوا عليها انا قلت لك بالخطوات العمليه انهم يغيروا من العادات تاعهم. اوكي. يركزوا على الافكار والمشاعر تاعهم ويكرروا لما انت تشوف بلك تكرر وتكرر ايجابيا يعني تقول بلك هذا الشيء ممكن ونسعى وندير الخطوات. ندير الخطوات اني نطبق هذاك الكلام نكرو 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 وندير تطبيقات ايضا خطوات كتابيه ايضا نكتب الشيء اللي نشوفه بلك صعيب عليا نحوس كيفاش نصغره حتى يصبح اسهل وكما قال سهل للتحقيق على ارض الواقع. شكرا جزيلا كوتش خديجه نشوفك ان شاء الله الاسبوع المقبل في موضوع اخر دائما يكون من اختيارك وشعارك دائما نخدم نعم كما نقولوا المشاعر تاعكم اهم من الفكر. شكرا شكرا يعيشك. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في بقيه المحطات ونروحوا في فاصل وبعد نكتشفوا المحطه المواليه. مرحبا بكم من جديد مشاهدي قناة الشروق العامة، شكرا اللي خيرتوا برنامج صباح الشروق يبداو به هذا النهار، وكالعادة البرنامج ديالكم حاضر فيه الفن بالضيوف ديالو الحديث عن مهرجان راهو جاينا في الأيام المقبلة. أكيد مهرجان كي نقولوا مهرجانات عودة مهرجانات ديجا هو تفاؤل، يعني أنه عودة رجعت الساحة الفنية صح. عودة نشطت، مهرجان مدغاسن في طلعته الثانية حاضر معنا اليوم بضيوف اللي راهم حاضرين صح. معنا. يحضر معنا المحافظ تاع هذا الموعد واللي هو عصام تأشيث
صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة عندكم. شرف لينا، وكذلك المكلف بالإعلام لهذا الموعد السيد عبد الحميد بوحالة. صباح الخير صالح، صباح الخير زهرة، صباح النور زهور وكل فريق صباح الشروق. شكرا، سعداء جدا بهذه الدعوة الكريمة، وبارك الله فيكم على الاستضافة، ونتمنى أن نجوزوا معكم حديث شيق ان شاء الله على المهرجان إمد غاسن في طبعاته الثانيه. نعم ان شاء الله. انا نحب نبدا سؤالي بالمكلف بالاعلام مباشره، ونروح نسقسيك على ترويج اعلاميا لهذا المهرجان، لانه في طبعته الاولى كان لنا الشرف في استضافتكم، وفي طبعته الثانيه ايضا بالترويج عن هذا المهرجان في مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى في التلفزيون. كيفاش راكم تروجوا له؟ كيفاش راهم الضيوف هما اللي راهم تاكم تعتمدوا على ضيوف يمكن، ولا تعتمدوا على اليات اخرى؟ شوفي زهره، احنا في الحقيقه مهرجان إمد غاسن السينمائي في الطبعه الاولى راهن السيد المحافظ على 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 ان يكون المهرجان حضور الاعلامي قوي جدا. نعم. فبالتالي اسند لي هذه المهمه الصعبه جدا، والتي اتمنى ان اكون لها. ان اكون قد وفقت فيها. وفي الحقيقه مهرجان إمد غاسن السنه الماضيه لولا الرواج الاعلامي الكبير الذي حظي به من كل وسائل الاعلام المكتوبه او المسموعه او المرئيه، ما كان له هذا الصدى وهذا النجاح الذي كثير من الناس لم يتوقعوا هذا النجاح للمهرجان. فبالتالي الفضل الكبير والفضل الاول هي لكل الزملاء في وسائل الاعلام الذين لبوا دعوه المهرجان والمحافظه، وتنقلوا معنا الى باتنا، وغطوا لنا المهرجان على القنوات، على مستوى الجرائد، الصحافه المكتوبه، مع في الريزو السوسيو. فنسبة الكبيرة من نجاح المهرجان يعود للأسرة الإعلامية. وأقولها وأكررها، أي مهرجان سينمائي كان أو أي تظاهرة ثقافية تنظم في بلادنا بدون إعلام لن تقوم لها قائمة. فبالتالي أنا أشكر من هذا المنبر، أشكر الشروق وباقي القنوات والجرائد والأسرة الإعلامية بصفة عامة التي واكبت مهرجان إمد غاسن في هذه الطبعة. فبالتالي احنا الاستراتيجية تاعنا اننا نكون حاضرين على جميع الوسائط الاجتماعية والمنصات الإعلامية وفي الجرائد وفي القنوات، حتى نقدم صورة جميلة للجزائر من خلال هذا المهرجان. ممتاز. طيب السيد المحافظ لهذا المهرجان، مهرجان إمد غاسن السينمائي الدولي، السيد عصام تعشيت لما نقولوا نجاح طبعة أولى، فهذا بالتأكيد راح يخلينا نترقبوا طبعة ثانية أفضل وتكون أكثر تميز. فالطبعة الثانية وش راح يكون فيها جديد؟ وش راح يكون فيها تغيير؟ وش راح يكون فيها أمور اللي احنا نكتشفوها معكم؟ بيسر، الطبعة الأولى صراحة وفقنا بطريقة كبيرة، لأنه المهرجان كان فات بداية في الطبعة الأولى، فات بالنجوم اللي حضرناهم في هذا المهرجان. الطبعة الثانية أيضا راح تكون بنجوم آخرين يعني دوليين، لأنه الطبعة الأولى كانت طبعة للفنانين الجزائريين بسبب كورونا، بسبب الحالة الصحية اللي كانت في الوطن. هذه الطبعة بإذن الله ستكون مميزة بنجوم اللي راح نجلبوهم من خارج الوطن، وأيضا المخرجين. حابين أسمع. والله لا صالح، لا حابين أسمع. والله لا مكلف الإعلام. لا صراحة أقولها بكل صراحة، مدير الإعلام. احنا باش تكون في الصورة، ويكون المشاهد الكريم والمتتبع للحركة السينمائية والمهرجانات في الصورة. احنا نوعدوكم باللي في كل طبعة كاين جديد. نعم. وتختلف عن الطبعة السابقة. هذه هي سنة مهرجان إمد غاسن السينمائي. فقط احنا في اتصالات مع عدة نجوم في الفن السابع في العالم العربي. نعم. لكن تأكيد حضورها لم يحن بعد. لارتباطاتهم ربما سمريهان هذا الطبع راح يكون مع نجوم من العالم العربي. أكيد ليس من العالم العربي فقط، وإنما فيها نجوم، يعني رانا نراهنوا على نجم أو نجمين من السينما الأمريكية. يعني انا في اتصالات صراحه، انا في الاتصالات يعني ماناش حابين نقدموا الاسماء، ولكن حتى تثبت الرؤيه 100%، لانه راهم مازالوا مترددين، لانه افريقيا والجزائر ما يعرفوهاش مليح. احنا حتى ناكدوا الاسماء 100% ونقدروا نصرحوا باسم او اسم. واحنا في الاستراتيجيه تاع التنظيم، احنا في كل طبعه كاين وجوه جديده. الوجوه اللي جات في الطبعه الاولى ما لحقتش تكون في الطبعه الثانيه. هذه الفكره انه اللي
سنتها المحافظة مهرجان إم تغاسل حتى يكون تكون في كل طبعة تكون ما تكونش تنوع تنوع يعني فارياسيون تاع لي زارتيست شاك اني ويمكن نمدوا فرصة للعديد من الأشخاص طبعا وإحنا على كل حال إحنا مهرجان جديد وفي طبعته الثانية فقط يعني وما عندناش ميزانية ضخمة عندنا ظروف أخرى في بيتنا في بيتنا عندنا مسرح صغير جدا ما يستوعبش كل الضيوف اللي حابين يجيو بالحديث عن الميزانيه هل عندكم يعني هيئات داعمه من هذا الجانب للمهرجان شوف انا نتكلم لك اسمح لي عيسى نتكلم لك على الطبعه الماضيه الطبعه الماضيه مع الاسف الشديد الوصايه خاصه الوزيره السابقه وكل تقريبا اغلب الاطارات ما كانوش مؤمنين بفكرة المهرجان ما دانيش فينا ثقة باللي رايحين ننظموا مهرجان فبالتالي ما مشوش معنا لا دعم مالي ولا تشجيع ولا حتى تهنئة من الوزيرة اللي عرضناها باش تحضر المهرجان الوزيرة السابقة نعم عكس هذه الطبعة لقينا تجاوب كبير من الوزارة والوصايا الوزارة الوصية على الثقافة فتجاوبوا معنا وهذا نظرا لنجاح الطبعة الأولى يعني نفهم منك أنه كاين تجاوب في طبعا احنا وزارة الثقافة ماشية معنا في هذه الطبعة الثانية كل الهيئات ولا كل السلطات المعنية بهذا الأمر من والي ولاية باتنا ولا من وزارة صراحة الوزيرة راهي واقفة حتى هي على هذا الأمر وراهي تدعم فينا وعندنا لقاءات معها ان شاء الله الايام القادمه وهي طلبت باش هي صحيح كاين دعم مالي من الوزاره ولكن قليل جدا ما يلبيش طموحنا في اننا ننظم باسماء لكن الدعم يبقى اشاره ايجابيه بالضبط وهذه هي النقطه الايجابيه في هذه الطبعه انه وزيره الثقافه شخصيا حريصه ان تكون طبعه مميزه حتى ترويج سياحي ربما للمنطقه لانه منطقه باتنا قل ما يحدث فيها مهرجان ولما يحدث لازم نروج له كما يجب هو ولايه باتنا هي من اكثر الولايات في الجزائر التي تحوز على مناطق سياحيه يعني اثريه جبليه صحراويه يعني احنا المنطقه تاع باتنا راهي قريبه من الصحراء لانه فيها بارتي جنوبي صحراء رمل عندها الشمالي جبال عندها مناطق اثريه متعدده بيزنطيه رومانيه نوميديه يعني كل السياحه فيها طيب الموعد وقت المناطق الاثريه تاعهم تري تري بيان اونتروتوني يعني دونك احنا بالمهرجان هذا راح نروجوا للسياحه يعني نضربوا عصفورين بحجر واحد سياحيا ثقافيا سينمائيا نجلبوا فنانين كبار اللي راح يروجوا لنا السياحه في المنطقه ويقولوا باللي الجزائر راهي تقدر تنظم مهرجان سينمائي دولي بالمقاييس العالميه دونك هذا هو امر انا حبيت نعرف التاريخ هو المفروض احنا كل سنه مهرجان إم تغاسل سينمائي سيكون من 1 الى 5 مارس لكن ممكن في الطبعه القادمه هذه الطبعه الثانيه لا هذه الطبعه الثانيه لا ان شاء الله في 2023 الدوره الثالثه باذن الله احنا 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 النظره تاعنا على المدى الطويل مش القصير صح. فقط انتم على الدوره الطبعه خلاص مفروض طبعا خلاص الدوره اللي بعدها اللي بعدها تتزامن مع شهر رمضان فبالتالي الحين اجلوها لما بعد رمضان ان شاء الله ما راح لابيريود تاعها راح ديكال يصرى فيها ديكالاج تقولي من مارس لابريل لانه حتى الجو في ابريل في باتنا رائع جدا صح لكن نقولوا مهرجان نقولوا لجنه التحكيم من هم اعضاء لجنه التحكيم وهل كان فيه تغيير في اعضاء نعم والله صراحة نفس السؤال اللي طرحته على الضيوف نفس الحكاية انتظار تأكيد لأنه الاسم ولا الاسمين اللي راح يجيبوه من مثلا من سوريا ولا من مصر ولا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من تونس هما اللي راح يكونوا واحد من أعضاء لجنة التحكيم معليش أعطينا تاع الجزائر احنا عندنا قائمه من الضيوف هذا هو لا صراحه الخبره هذه احنا ما نكذبوش ما نجاملوش احنا نتكلموا بكل صراحه وسر قوه نجاح المهرجان انه احنا صراحة مع كل الناس احنا كنديروا قائمه اوليه من ضيوف المهرجان اللي ياكد حضوره الى باتنا وشوفوه في باتنا ما عندكمش تاكيد في يوم الافتتاح في ليله الافتتاح تم تتاسس لجنه التحكيم بناء على الناس اللي حاضرين في باتنا ما نقدروش نعينوا في لجنه التحكيم الدوليه مثلا اسم من الاسماء الجزائريه وما اكدش الحضور ومازال ما جاش لباتنا فبالتالي في اخر لحظه نبدل انا قائمه التحكيم ونوعدوكم نحن كمحافظه مهرجان انه اول سكوب راح يكون لكم تخي بيان لا الحمد لله بالعكس انا من هذا المنبر استسمح كل الزملاء السنه هذه
أنا متوقع حضور إعلامي كبير، ولكن الأمر في بعض الأحيان يتجاوز مدير الإعلام. فبالتالي اللي رايحين معنا من الجزائر العاصمة إلى تغطية المهرجان أكيد ستكون لهم دعوة، ولكن أيضا عندنا مراسلي ولاية باتنا، الصحافة المكتوبة والمراسلين بصفة عامة في ولاية باتنا، تحية كبيرة لي صح. لأنه إحنا ما عندناش ثقافة الإقصاء من الجزائر العاصمة أو من ولاية باتنا، كلهم أصلاح إعلامية. المهم تغطية إعلامية، المهم ما نحكموش المعلومة ونجاح المعلومة، وهذه تغطية الإعلامية، هذه صورة الجزائر يا جماعة ما نلعبوش بها. وزيدي لكن ممكن المهرجان يكون تحت رعاية الوزيرة ولا ممكن حتى من 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 السلطات العليا، فبالتالي لابد أن نتكاتف من أجل تقديم صورة جميلة وإنجاح المهرجان. ونجاح المهرجان مش محافظة المهرجان، نجاح الجزائر، نجاح الجزائر بصفة عامة. وإحنا البارح برك شفنا مهرجان البحر الأحمر في جدة، أول طبعة، أول طبعة، والسعودية ما عندهاش سينما اللي عندها احنا الجزائر. ماذا بينا هذا المهرجان يكون واجهة للجزائر هكذا. مرحبا بكم انتم كمنظمين لهذا الحدث في مواعيد لاحقة، حتى لما تبان الأمور، لما تكون تفاصيل أكثر نعرضوكم مرة أخرى. تقدرون نمدوا لكم بعض التفاصيل فقط حول في عجالة فقط؟ طبعا احنا في هذه الطبعة برمجنا، حبينا نديروا برنامج للأطفال، سميناه برنامج سينما الأطفال مناطق الظل SOS. حبينا نقدموا أفلام وعروض سينمائية أنيميشن للأطفال القرى والبلديات اللي مجاورة. هذا عندنا ورشة تكوينية خاصة للأطفال والكبار في مهن السينما، عندنا لماستر كلاس ولي كولوك ندوات وحول الإنتاج السينمائي خاصة، يعني حبينا نقيسوا شوية الإنتاج السينمائي، وأيضا عندنا الإكسبوزيسيون سينما. هذه دونك هذه هي ممتاز. احنا نطلبوا منك فقط خلينا، لانه غدا راح تكون عندنا اجنده ونعاودوا حتى نرجعوا لها في مره صح. كنا فقط نوعدكم بيكون افتتاح مميز جدا. لا مش الحصريه، انا نحب الحصريات. ظهر على بالي كاع الصحافه الوطنيه يحبوا الحصري ويحبوا السكوب. احنا نوعدكم بطبعه ثانيه مميزه جدا، والسجاد الاحمر ستشاهدون فيه اجمل ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا المشاهدين الكرام كان معكم السيد عبد الحميد بوحاله وعصام تعشيت من مهرجان إمدغاتن اللي راح يكون ان شاء الله قريبا جدا، راح نوفيكم بتفاصيل اخرى في فقط الصوره الجميله هذه اللي راهي تجوز انت على الممثل القدير صالح أوغروت اللي شرفنا السنه الماضيه. نتمنى له الشفاء ان شاء الله، ويعود الى الجزائر ويعود الى احضانها ويعود الى إمدغاتن ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. اذا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في بقيه المحطات مباشره بعد الفاصل.